مساء الخير. النهارده يوم مختلف في مصر لانه يوم حاسم، يوم مهم لينا كلنا ومهم يعني صورتنا حتى قدام العالم كله، يوم الاختيار ما بين المستقبل وبين الضياع. النهارده اول يوم في تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات. القانون ده هيتطبق دلوقتي على كل موظفين الحكومه، فده بقى وقت الاختيار بين المزاج والوظيفه. والكلام ده للموظفين اللي مخصصين جزء من قوت عيالهم للكيف، اللي بتلاقيه بيشتكي من الحاله وهو حالته حاله. الناس دي يا جماعه اللي اختاروا السكه دي مش هم بس اللي بيتحملوا نتيجتها ولا حتى اسرهم بس للاسف، لا ده البلد كلها هي اللي بتتحمل النتائج والخسائر. عايزين بس كده حضراتكم تتخيلوا معايا انه في موظف مدمن مخدرات بيشتغل كده في محطه كهرباء مثلا، او بيسوق قطر، او حتى بيشتغل على مكتب بس دايما محتاج فلوس عشان يظبط دماغه. متخيلين النماذج دي؟ متخيلين ممكن تتسبب في ايه؟ كوارث وفساد مالي وجرائم ومصايب ملهاش حصر. بتكلم عن مصلحه البلد وناسها قصاد انانيه الموظف المتعاطي. طبعا متعاطي المخدرات اناني بطبعه لانه حضرته ما بيفكرش غير في نفسه، ما بيفكرش غير في اللحظة اللي بيتوهم فيها انه هيتبسط. طيب صرف كام على الانبساط ده؟ هل بيته كان محتاج الفلوس دي ولا لأ؟ طب اصلا هو جايب الفلوس دي منين؟ كل دي اسئلة مش بتهمه خالص، المهم يوصل للحظة اللي هو بيدور عليها. الصفة التانية غير انه اناني، الصفة التانية المتعاطي المخدرات انه دايما عايش في حالة انكار، دايما عنده حالة انكار لانه هو ما بيصدقش انه بقى مدمن خلاص. لا تلاقيه دايما متصور انه مسيطر على الموقف وانه قادر انه يتحكم في نفسه، مع انه ما جربش ولا مره واحده انه يتحكم في نفسه قدام المخدر. هتلاقيه مستهون بالسكه اللي داخلها برجليه، وهتلاقي على لسانه دايما جمله انا بس باخد كده حاجه على خفيف. اهو النوعيه دي بقى من المتعاطين والمدمنين هتلاقيهم اكيد متضايقين كتير النهارده، ويمكن يتضايقوا كتير بعد كده اكتر واكتر، لانه القانون اللي بيتطبق من النهارده حاسم جدا وواضح جدا، لانه مش بس بيعاقب المتعاطي بالفصل، لا ده بيعاقب برضه اللي بيتستر على المتعاطي، بيعاقب كمان المسؤول اللي ممكن يعين حد وهو عارف انه متعاطي مخدرات. طبعا كل اللي شاغل المتعاطين دلوقتي اكيد انهم ازاي بقى هيتهربوا من تحليل المخدرات؟ ما الفهلوه بقى لازم تشتغل، واكيد هيدوروا على طرق للتحايل على التحليل ده. لكن لامتى؟ ده حتى المثل الشعبي بيقول ايه؟ مره تصيب ومره تخيب، واكيد يوم هتصيب. لو تحايلت مره مش هتعرف تتحايل كل مره. ويا جماعه لو في ناس غاويين كده الصعبانيات اللي احنا بعضنا متعود عليها، وازاي بقى ترفدوا الجماعه دول؟ وهياكلوا منين؟ طب وعيالهم؟ طب ومستقبلهم؟ وكده الكلام ده كله يعني. بعد اذنكم انا بطلب من حضراتكم يلي بتفكروا بالطريقه دي، بصوا كده بصه سريعه على صفحات الحوادث عشان تعرفوا ايه اللي احنا فيه وايه اللي احنا بنخسره بسبب المخدرات. ارواح، فلوس، طاقات بدل ما بتبني بتهد، أسر بتتشرد، مجتمع بيدفع كل يوم ثمن المزاج العالي للناس، لناس في الحضيض. مصر جديدة، أهلا بيكم. نقف بقى شويه كده بالتفصيل عند تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات اللي بدا من النهارده الاربعاء 15 ديسمبر. دوله يا جماعه النهارده فتحت بابين، باب بيخرج الموظف المتعاطي بره الوظيفه، وباب تاني بيدخله لمصحات علاج الادمان.
يعني كل موظف متورط في المخدرات قدامه واحد من البابين دول، مفيش باب تالت على فكرة، هما يا واحد يا اتنين، مفيش تلاتة. عشان كده النهاردة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن اتكلم عن توفير خدمات علاجية لمرضى الإدمان حسب المعايير الدولية، وبس المطلوب بقى من الموظف اللي عنده مشكلة مع المخدرات انه يقدم على العلاج في اتصال بالخط الساخن ورقمه 16023. هقول رقمه مرة تانية 16023. هذا الرقم يا جماعة ممكن يحمي الموظف المتعاطي، 16023، اهو 16023. الرقم ده يعني يقدر الموظف اللي عنده مشكلة مع المخدرات انه يتصل به، وهذا هو الرقم الذي يمكن ان يحمي هذا الموظف من الفصل من الوظيفة. طبعا الرقم ده امن تماما، يعني ما فيش اي مساءلة قانونية للي هيتصل به، محدش يعني يخاف انه لو اتصل بالرقم ده هيتقبض عليه او هيتفصل من شغله. اللي هيتصل بالرقم ده 16023 هو في امان تام، والموضوع هيكون في منتهى السرية. اللي بيروح بنفسه يتعالج من المخدرات محدش هيحاسبه، محدش هيفصله، اهو بأكد. اللي هيروح اللي هيطلب الرقم ده وهيروح بنفسه برجليه كده علشان يتعالج محدش هيجي جنبه. طبعا موضوع الفصل من الوظيفة ده القانون هو اللي بينظمه، وكان على فكرة في فرصة 6 شهور للي عايز يغير مساره، بس دلوقتي بقى خلاص دخلنا في الجد. وهنا لازم أقول أنه أكيد الهدف من تطبيق القانون ده هو مكافحة إدمان المخدرات، مش فصل الناس من وظيفتها. وزي ما قلت لكم يعني الدولة مش بتعمل القانون ده أصلاً عاوزة تفصل الناس من وظيفتها، لكن هي الدولة عايزة تحمي اللي بيعمل كده، تحميه بقى من نفسه. واضح كده أن احنا الناس دي محتاجين نحميها من نفسها ونحمي المجتمع منها، مش بس أسرهم اللي بيتضروا، ده المجتمع كله يعني. والحمد لله في باب مفتوح للي عايز يحافظ على أكل عيشه، يعني الباب مش مسدود قدامكم. طيب معنا على تليفون دكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية في صندوق مكافحة الإدمان. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك وبشكرك على المقدمه الرائعه. اشكر حضرتك يا دكتور. بدايه يعني النهارده خلاص تم تطبيق القانون، ولكن السؤال هو احنا هنعرف ازاي الموظف اللي هو بيتعاطى مخدرات؟ هل هيبقى هنحلل لكل موظفين الدوله؟ يعني تقريبا دول 7 مليون، هل هنحلل ل 7 مليون يوميا او حتى على فترات دوريه، ولا الموضوع هيكون التحليل بصيغه عشوائيه او بصوره عشوائيه؟ زي ما حضرتك تفضلتي، طبعا انا بس عايز اشير لجزئيه مهمه جدا حضرتك قلتيها في الاول، ان احنا القانون ده لما نزل مش القصد منه التصفيه او القصد منه ان احنا نترقب للناس وان احنا نفصلهم من مشاغلهم او وظائفهم، ولكن هو الحمايه. الحمايه للناس اللي هي ممكن تتعرض لمواطن موظف يقدر ان هو يرتكب جرائم زي ما حصل مثلا في محطه مصر، لو تفتكر حضرتك الحادثه الكبيره اللي حصلت سواق القطر لما كان متعاطي ودخل يعني في خسائر. لا الحاجات كتير، الحوادث كتير في الحته دي. مظبوط، يعني في الحته دي كتير. عشان كده احنا كنا مكثفين العمل من 2019 الى الان، وصلنا الى اكثر من نصف مليون موظف تم توقيع الكشف عنهم خلال فترات، وزي احنا بنعتمد كمان في توقيع الكشف على المفاجاه وان احنا ناخد عينات عشوائيه من اماكن. مش هيتحلل يعني لكل الموظفين، مش هيتحلل ل 7 مليون مواطن. لا، بطريقه عشوائيه. بطريقه عشوائيه يعني مش هتبقى عارف، هتبقى رايح شغلك النهارده مش عارف هيتحلل لك ولا لا. بالظبط، ممكن يتم التحليل مره واثنين وثلاثه. ده برضك احنا لازم ننوه عنه للناس، يعني انت مش عشان تم اجراء التحليل عليك النهارده فانت خلاص كده، انا على ما يجي لي الدروس ممكن يجي لي بعد سنه ولا اثنين فاتعاطى زي ما انا عايز. لا طبعا، احنا من هذا المنطلق سيتم اجراء تحاليل، وخاصه في الاماكن الحيويه، الاماكن اللي هتكون مرتبطه بالعمل مع المواطنين، زي سكه الحديد، زي مترو الانفاق، زي السائقين، زي الناس اللي بتتعامل مع الجمهور بشكل يومي. كل دول مهم جدا، ودول في المقام الاول ان احنا نجري عليهم موضوع التحاليل. طبعا احنا كنا شغالين من الفترات اللي فاتت، واول ما ابتدينا
عندنا حملات التحليل كانت النسبة ما يقرب من 8%، تدنت النسبة حاليا إلى 1.7%. معنى كده ان القانون حقق ردع للناس اللي كانت مش عايزه تتعالج، الناس بتقول انا مش هتعالج، انا مش مريض. وبناء عليه لما صدر القانون في شهر 6 الماضي وتم التصديق عليه في ونزل في الجريده الرسميه، القانون كمان امهل الموظفين 6 شهور، يا جماعه اتفضلوا اتعالجوا، اللي عارف ان هو مريض وان هو عايز يتعالج يتفضل يتعالج عن طريق الخط الساخن 16023 اللي هو من خلاله بنقدم الخدمات العلاجيه بالمجان والسريع. تمام، فهل في صلاحيه الرئيس المصلحه او المدير، يعني مدير اي موظف او رب عمل اي موظف، من حقه انه يروح يطلب تحليل للموظفين بتوعه؟ طبعا ده مهم جدا جدا جدا، وزي ما بالقانون بيعاقبه ان هو تستر على حد او ان هو سهل لحد عدم التواجد او ان هو هرب حد اثناء اللجنه، كمان من حقه ان هو يرفع مذكره يبعت فيها لصندوق مكافحه وعلاج الادمان يقول لهم يا جماعه انا بشك ان في ناس عندي متعاطيه لبعض المواد المخدره، تعالوا حللهم علشان انا اكون في مأمن واقدر ان انا احافظ على سير العقل اللي موجود عندي. فده جزئيه مهمه، وبالتالي بيحصل تكامل وترابط ما بيننا. انا يعني النهارده جالنا اكتر من فاكس في من كذا مكان ومن كذا مصلحه حكوميه، يا جماعه احنا بنعاني من بعض، ما بيذكروش ناس باسمائهم ولكن بيقولوا احنا بنعاني من بعض الناس اللي موجوده في المصلحه عندنا، تعالوا لو سمحت اجروا تحاليل خاصه بالمواد المخدره. طبعا احنا لما بنروح المكان ده بننزل عليه مره واثنين وبناخد كل الناس، يعني احنا مش بنروح لشخص معين او بقصد معين، بناخد كل الناس من اول المدير لحد اقل حد موجود داخل المكان او المصلحه الحكوميه. طبعا ده كله طبعا طبقا لتوجيهات فخامه رئيس الجمهوريه في هذا الامر. والدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن كانت بتؤكد على جزئيه ثانيه مهمه جدا، يا جماعه افتحوا الباب بقدر كبير جدا لكل الناس اللي حابه تتعالج. ده مهم، يعني عايز اقول لحضرتك من شهر 6 او من بدايتنا في هذا القانون الى الان تقدم لنا اكثر من 10,000 موظف طالبين الخدمات العلاجيه من الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان. طيب اذا في الحاله دي لو الموظف اللي هو رئيسه طلب تحليل ليه طلع ساق سليم، طلع ما عندوش حاجه، هل الموظف من حقه يرجع عليه باي اجراء؟ لا، هيرجع عليا باجراء ايه؟ انا النهارده تم التحليل وطلعت سليم، خلاص ما عنديش مشكله. لا، انا دلوقتي الطلب رئيسي في العمل انه يتعمل عليا تحليل، وانا طلعت ساق سليم، هل من حقي اعمل اي اجراء؟ لا، لانه ممكن يتم استخدام ده لتصفيه حسابات، يعني حد يزهق حد كده يعني. لا، ما هو احنا مش بنروح بقى لشخص معين او بنقصد حاجه معينه، وفي نفس الوقت كمان مش مجرد اتصال مدير المؤسسه ده او مدير المصلحه فانا بنزل له بكره. فانا بتتبع الامر شويه كده، ده انت تبع ايه؟ طب المصلحه دي تبع وزاره ايه؟ طب مكانها فين؟ طب تواجدها فين؟ الجميل في الموضوع ده ان عنصر المفاجاه هو اللي هيكون القاسم المشترك الاعظم في المنظومه كلها بالكامل. يعني حتى رئيس المصلحه نفسه هو اي نعم بعت لي خطاب بس مش هعرف انا هاجي له امتى، ومش هيعرف التوقيت اللي هنزل له فيه. فده هيبقى عشان ما يستخدمش حد بس الموضوع ده كاسلوب لتصفيه الحسابات او الغلاسه يعني. بالظبط، طبعا احنا لازم هنكون حاطين في بالنا هذا الامر وفي الحسبان. وكمان زي ما الناس برضو عاوز اشير لجزئيه في القانون، ان القانون بيعاقب كمان انا النهارده نزلت مكان ونص الموظفين هربوا، فالهروب ده او عدم الامتناع زيه زي العينه الايجابيه بالظبط. يعني هتهرب هنعتبرك عينتك ايجابيه. بالظبط كده، بالظبط. طيب، وفي ناس تعرضت الفتره اللي فاتت لمساءلات قانونيه في هذا الامر بشكل كبير جدا. طب هل القانون ده ممكن في المستقبل تطبيقه على القطاع الخاص؟ هو بالفعل القطاع الخاص حاليا بيطالبنا وتعالوا اعملوا لنا تحاليل يا جماعه بما انكم بقيتوا منظومه رسميه في هذا الموضوع بالتعاون مع الطب الشرعي ووزاره الصحه، فلو تعالوا حضراتكم اعملوا لنا تحاليل على الموظفين. طبعا الشركات الكبيره معظمها بتطلب الصندوق بشكل
قوي جدا. احنا كمان في طريقنا ان احنا تكون المنظومه دي بتعم على مستوى القطاعات كلها بالكامل، يعني الجامعات بافرادها بطلابها المدارس كل ده. ولكن طبعا احنا في الخطوه الاولى بنقول للناس الموظفين لو سمحتم اي حد بيتعاطى تعال تقدم للعلاج عشان تكون في مأمن، وكمان في نفس الوقت اقدر اعالجك، اقدر الحقك، اقدر ما توقعش تحت طائره القانون ويتم فصلك من الجهاز الاداري. هل ممكن زميلي يبلغ عن زميله، او يعني زميل أو موظف يعني في احد القطاعات يقول يكلمكم يقول انا زميلي مثلا شاكك انه بيكون بياخد مخدرات، ولا بس من حق رئيس العمل؟ بص حضرتك الحاجات الفرديه ديت احنا ممكن يعني تصاغ بشكل كيدي، يعني انا عاوز اكيد مع حد او ان انا ابعت شكوى مع حد. احنا بنتعامل بمؤسسيه مش بنتعامل بافراد، يعني دي جزئيه لازم احنا نكون حاسم يعني او احنا حاسمينها القدر يعني فقط كيدي. من حق رئيس العمل فقط، حق رئيس العمل إن وفي هو القطاع العام فقط حتى الآن. حتى الآن. طيب أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية في صندوق مكافحة الإدمان، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب طبعا النهاردة لا صوت يعلو على صوت جماهير كرة القدم، هي أصوات النهاردة في مصر مش سعيدة بالتأكيد، أصوات جدل انتقادات كلام كتير حوالين أداء منتخبنا النهاردة اللي خسر المباراة قدام المنتخب التونسي بنيران صديقة في الثانية الأخيرة في الوقت بدل الضايع، وكده هنتقابل مع اللي هيخسر من منتخب قطر والجزائر في الماتش اللي هيتلعب النهاردة الساعة 9، لكن يعني هنلعب على المركز الثالث والرابع. لكن الحقيقة الجهد مش ضايع والجايات أكتر من رايحات، والمهم بقى في البطولة دي أننا شفنا جمهورنا المصري كما يجب أن يكون في الملاعب بره مصر. نتمنى أن يكون كده جوه مصر، كان فيه النهاردة تشجيع، نظام، جمال، حب جارف لبلدهم، عرفوا إزاي يعبروا عنه في ملاعب الكرة، وده مكسبنا الحقيقي فعلا النهارده في البطوله دي. وان شاء الله تكون النتيجه النهارده دافع للفوز في البطولات الجايه. هارد لك لمنتخب مصر، مبروك للمنتخب التونسي، وشكرا جدا للجمهور المصري، ونفسنا نشوف هذا المشهد بقى في ماتشاتنا بتاعه الدوري. طيب منتدى شباب العالم النهاردة بيعلن مد فترة التسجيل لمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم. النهاردة أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مد فترة التسجيل لمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم، بيدوا فرصة لكل الشباب في كل أنحاء العالم اللي حابين أنهم يشاركوا في المنتدى في نسخته الرابعة في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 ل 13 يناير القادم، اللي هيكون طبعا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كان المفروض أنه التسجيل للحضور والمشاركة هينتهي النهاردة 15 ديسمبر، لأنه كان بقاله شهر باب التسجيل مفتوح، ولكن نظرا لأنه في إقبال شديد على المنتدى هذا العام قررت إدارة المنتدى حرصا على أنها تدي فرصة أكبر للي عايز يشارك، أو كمان أنه محتاجين شباب أكتر من جميع أنحاء العالم مادام هم عايزين. اهلا وسهلا ويا اهل، يعني مش بس اهلا وسهلا، ده احنا بنبقى فخورين بكل شاب حابب يكون موجود معانا على ارض مصر في هذا المنتدى، في الندوات الموجوده وفي الحوارات المفتوحه مع الكبار في شتى المجالات. شيء جميل بصراحه، وبيبقى يعني اجواء ايجابيه جدا واجواء جميله بتكون موجوده على منصات هذا المنتدى وايضا في كواليس هذا المنتدى. فالحقيقه انا مبسوط جدا بالخبر ده، انه ان احنا نفتح الباب او ندي فرصه اكبر للي حابب يشارك في هذا المنتدى. لسه الفرصه مفتوحه، وان شاء الله يعني نامل ان منتدى الشباب في نسخته الرابعه يحقق نجاحات اكبر كثيرا مما قدمه، لانه الحقيقه تحدي كبير زي ما كنت بقول لحضراتكم في هذا الموضوع.
مع المتحدثة باسم هذا المنتدى الأستاذة سارة بدر، أنه الحقيقة هو تحدي كبير لكل صناع هذا المنتدى، لأنه في نسخاته اللي قبل كده كان في يعني نتائج فعالة، وكان في صورة مشرفة جدا، وكان في ندوات مهمة جدا، ونقاشات مهمة جدا، وشخصيات من مصر ومن كل العالم مهمة جدا. ففي تحدي، طيب إيه اللي هيحصل في النسخة الرابعة؟ يعني احنا المنتدى يتنافس مع نفسه، هنشوف ان شاء الله، وهنكون متابعين مع حضراتكم ايام هذا المنتدى. طيب، كان في كلام كتير الايام اللي فاتت عن مصير بطوله الامم الافريقيه لكره القدم، اللي هي البطوله دي اللي هي المفروض تبتدي في الكاميرون يوم 9 يناير اللي جاي، يعني خلاص قربت يعني. لكن المشكله هنا في مدى جاهزيه الكاميرون لاستضافه البطوله. النهارده فيرون موسينجو اوبا امين عام الاتحاد الافريقي لكره القدم قال انه الكل لازم يشتغل على مدار الساعه علشان نضمن ان كل حاجة جاهزة لانطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة. ايه بقى معنى الكلام ده؟ واضح انه في اصرار على ان البطولة هتبدأ في ميعادها، بس واضح كمان انه في جهد كبير مطلوب. هل الوقت هيوسع في الكاميرون عشان تكمل استعدادها لهذه الاستعدادات ولا لا؟ هل عندها وقت تكمل؟ احنا اصلا بنتكلم على وقت تقريبا اقل من شهر. هتقدر الكاميرون؟ كده الكرة بقت في ملعب الكاميرون، بس ما نعرفش بقى هنشوف الكرة بجد في ملاعب البطولة ولا لا. يا خبر بفلوس، بكرة يبقى ببلاش. طيب، كلنا فاكرين أيام المعركة الانتخابية في أمريكا، فاكرين لما كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بيتعرض للهجوم دايما من أنصار الرئيس الحالي جو بايدن عشان زيادة أعداد الوفيات بسبب كورونا. طبعا كنا بنشوف بقى الكاريكاتيرات بقى والصحافة وبعض المواقع الإخبارية وقنوات تلفزيونية عريقة ومهمة في أمريكا بتتريق وبتسخر من دونالد ترامب، ولما مش لابس الماسك، لما يقول مش يعني كان بيمسكوا عليه كل هفوة، كل كلمة، كل حرف. طيب، ايه الوضع دلوقتي بعد ما بدا ان الوضع ما زال مستمرا على ما هو عليه حتى بعد ما ترامب مشي؟ الوضع الواقع بيقول انه امريكا سجلت الشهر ده في ديسمبر رقم قياسي جديد في الوفيات بسبب كورونا، رقم ضحايا كورونا من يوم ما بدا ينتشر في امريكا وصل دلوقتي ل 800,000 متوفي. وده الرقم اللي أشار ليه بايدن النهاردة بنفسه في بيان دعا فيه الأمريكان أنهم يتخذوا الإجراءات الاحترازية وياخدوا اللقاحات المعززة ضد فيروس كورونا. طبعا الإعلان عن الرقم الكبير للوفيات ده عمل ضجة كبيرة وانتقادات لإدارة الرئيس بايدن، خصوصا أن الإحصائيات بتقول أنه عدد الوفيات اتضاعف بعد وصول بايدن للحكم. وإيه بقى المشكلة في إيه؟ أنه التطعيم والأمصال موجودة دلوقتي، أيام ترامب ما كانش في كل الإمكانات المتوفرة دي واللقاحات والأمصال اللي اتوفرت دلوقتي. يبدو كده أن فيروس كورونا النهاردة بيبعت رسالة لأهل السياسة والحملات الانتخابية في أمريكا، بيفكرهم فيها بالقاعدة اللي بتقول يوم ليك ويوم عليك. طيب، معنا على التليفون دكتور مايكل مورغان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية. يا دكتور مايكل، أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ إنجيل. دكتور مايكل يحدثنا من أمريكا. حضرتك في أنهي ولاية دكتور؟ نيويورك. نيويورك، أهلا بحضرتك من نيويورك. يعني لو تطلعنا على الوضع عندك بعد يعني إعلان النهاردة الرئيس الأمريكي جو بايدن عدد الوفيات بسبب كورونا، وقال أنه في أمريكا حتى الآن 800,000 حالة وفاة بسبب كورونا. طبعا يعني كورونا مشكلة واضح أن هي هتفضل معانا فترة، ويمكن كان هو دوت زي ما حضرتك تفضلتي كان احد الملفات اللي ران عليها او تم انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن على اساس انه ممكن يبقى فيه نوع من التطوير في هذا الملف، ولكن واضح ان المشكله لسه موجوده. هيبتدى ينزل مانديت او شروط يعني للدخول للمطاعم والناس تحط الماسك حتى لو في فاكسينيتد،
واخدين الباكسين وكده، واضح ان هي مشكله كبيره وهتفضل معانا فتره. المشكله يعني حضرتك عايش في المجتمع الامريكي وشايف الوضع على الارض، هو المشكله ايه؟ يعني النهارده اما جو بايدن بيطلع وبيقول يا جماعه الطعام ويا جماعه الطعام، وهو طلع قالها اكتر من مره وقال اكتر من مره يا جماعه الاجراءات الاحترازيه، هو ايه مشكله المجتمع الامريكي مع التطعيمات؟ هل في يعني كل مجتمع من المجتمعات في بعض الناس اللي شايفين انهم ضد التطعيمات وعندهم نظريه المؤامره، هو المجتمع الامريكي بيفكر ازاي؟ وهل عند حضرتك نسب تقول لنا؟ لا، الحقيقه هو المجتمع الامريكي منقسم من التطعيمات لعده اسباب. اولا انه في ناس، يعني في بعض الناس بتقول ان احنا لسه ما شفناش فعاليات اللقاحات وما نعرفش اعراضها الجانبيه، فعلى هذا الاساس احنا مش متاكدين ان احنا عايزين ناخد التطعيم دوت ولا لا، وخاصه لما ابتدى تعمل بعض الولايات، ويمكن في بعض الولايات ابتدت تتكلم عن المانديت او الزام تطعيم الاطفال، ويمكن ديت مشكله برضو حتى لو البيرنت او الاولياء الامور اتطعموا عندهم مشكله ان هم يطعموا اولادهم، لان هم مش عارفين هل في اعراض جانبيه لهذه التطعيمات، والحاجات دي طبعا بتاخد وقت طويل، فده بعض الناس اللي بيفكروا من هذا الاتجاه. البعض الاخر برضو نظريه المؤامره، بيفتكروا ان دوت بزنس جديد وبزنس كبير لشركات الادويه، وانه يعني ليه الالزام واحنا عندنا خاصه حريه، يعني الحريه في الاختيار. يعني في ناس بتاخدها من محمل، انا ما ينفعش تجبرني ان انا اخد الباكسين، انت تنصحني. يمكن حتى بنشوف انكرز مذيعين كتير وناس بيطلعوا في التلفزيون بيقولوا بالرغم من ان انا شخصيا واخد التطعيم، ولكن انا ضد الزام التطعيم، ان دي حريه شخصيه لكل واحد من حقه انه يتصرف في الحاجات اللي هتدخل في جسمه. يعني من وجهه نظر الاطباء طبعا انه البانديميك دوت او الجائحه ديت مش هتنتهي غير لما كل الناس تبقى واخده اللقاح، عشان نوقف السايكل او نوقف الدايره المفرغه اللي بتمر فيها العدوى، وبعد كده بيعدي الغير ملقح بيعدي الملقح مره ثانيه وهكذا. فبينقسم الشعب يعني في قصه اللقاح دوت بشكل كبير، ولكن يعني في نسبه كبيره جدا من الشعب الامريكي تم تلقيحه، يعني اكثر من 60% او اكثر من 65% من الشعب الامريكي اخذ اللقاح. يعني اكثر من 65% من الشعب الامريكي خد اللقاح، هو الاداره الامريكيه بتامل يبقوا كام؟ الاداره الامريكيه عايزه 100% بدليل ان هي نزلت مانديت او الزامات للشركات اللي هي فوق ال 100 موظف او اكثر، وكل المصالح الحكوميه الفيدراليه زي مصلحه الضرائب ووزاره العدل ووزاره كل الوزارات، يعني ان هي كل العاملين فيها ان يتم تلقيحهم بشكل اجباري والا يخسروا وظيفتهم. بس يعني طبعا الاداره الامريكيه تامل 100%، وده يمكن يعني شبه مستحيل يعني انه يحصل. يعني طيب 800,000 متوفي بسبب كورونا، هل ده معناه انه البنيه التحتيه الصحيه الامريكيه مش قادره تتعامل او تسيطر على هذا الفيروس؟ بصي يا استاذه انجي، يعني دوت احد الاراء، ولكن برضو في اراء تانية مختلفه انه الفيروس دوت ما كانش، اولا احنا توكس باي سربرايز، يعني كان في مفاجاه كبيره في، يعني ما حدش كان يتوقع في القرن ال21 ان يجي جائحه بهذا المنظر بفيروس يتم يعني غزو العالم بيه بشكل سريع جدا في عده شهور بسيطه يعني. فيمكن عامل الوقت كان ليه شكل كبير. البنيه التحتيه الامريكيه من ناحيه الادارات الطبيه او الرعايه الطبيه المفروض انها قويه بشكل كبير، ولكن اللي حصل انه الفيروس دوت زي ما يعني احنا مش عايزين نخش بقى في قصه اذا كان مصنع ولا مش مصنع، بس هو من الواضح ان الفيروس دوت ليه كاركترستكس او يعني بعض الصفات او الخصائص الغريبه. الخصائص، انا اسف، بعض الخصائص الغريبه اللي هي
العالم كلها كانت مفاجأة. يعني احنا شفنا يمكن دكتور فاوتشي والفريق الطبي اللي هو اتعمل في البيت الأبيض في وقت الرئيس السابق دونالد ترامب كل يوم، ولا زالوا يعني كل يوم بتتغير الاستراتيجي. او في الاول قالوا ما فيش مشكله، ما حدش يلبس ماسك، ويمكن كانت ديت الكارثه الكبيره اللي حصلت في نيويورك ان المير او العمده نيويورك بالظبط ما قال ما تلبسوش ماسك في المترو، وقال للناس ما تلبسوش ماسك، اللي بيلبس ماسك ده العيانين بس. ودوت يمكن كان في وقتها كانت المشكله عشان كان في شورتج او نقص حد في المستلزمات الطبيه، والناس اتعاملت بشكل كبير جدا، ويمكن كانت احد سبب الكوارث في نيويورك ان الناس ما خدتش بالها انه المرض دوت بيتنقل بالتنفس بالهواء ايربورن، يعني بيحمل بالهواء. وانا الحقيقه من الناس القليله اللي كنت في الاول دايما بقول نسبة الإصابة الكبيرة ديت، والحاجات ديت كلها موثقة يعني سواء في مقالات أو في مداخلات تلفزيونية، نسبة الإصابة الكبيرة ديت مستحيل تكون باللمس. يعني طب. مش معقول الناس دي كلها بتلمس بعضها، يعني أكيد. مفيش حد واضح جدا من البداية إن نسبة العدوى والإصابة ديت كان فيها حاجة إيربورن. نعم. ويمكن بعد محمولة كده في الجو. إيربورن محمولة في الجو. بالظبط. طيب ودلوقتي الابحاث اثبتت انه برضو بعض المناطق، ويمكن كان في ناس كتير قوي تستغرب ان الحمد لله كانت مصر محميه بشكل كبير وبعض الدول، دلوقتي بعض الابحاث اثبتت ان في جينات معينه كانت بتستقبل هذا الفيروس بشكل اعنف من دي ان اي وجينات في مناطق اخرى. يعني احنا الحمد لله جيناتنا حمتنا شويه يا دكتور. الحمد لله جيناتنا حمتنا، جيناتنا المصريه حمتنا شويه. الحمد لله الفراعنه وجينات الفراعنه الحمد لله. السؤال الاخير بس دوت برضو بيرجع وده بيرجع برضو جزء من نظريه انه هل كان في تارجت، كان في دول بعينها وقارات بعينها موجه ليها هذا الفيروس، لو اثبت انه كان فعلا مصنع وليس يعني خارج من الطبيعه بشكل طبيعي. يعني برضو اسئله الواحد ما عندناش اجابات، ولسه واضح ان في اسرار كتير في الموضوع ده. سؤال اخير وسريع جدا بس، النهارده الخارجيه الامريكيه رحبت بالجدول الزمني المعلن للرئيس التونسي قيس سعيد اللي حدده لمسار الاصلاح السياسي والانتخابات البرلمانيه. انا هحكي للناس على الموضوع ده بالتفصيل، بس عايزه تعليق من حضرتك عن هذا الخبر. الحقيقه طبعا ده خبر هام جدا، ويمكن توقيته ليه دلاله كبيره جدا، لانه انه كون ان الخارجيه الامريكيه يعني تثني على هذه الخطوه ديت خطوه كبيره في الحرب على جماعه الاخوان المسلمين بشكل كبير جدا، وخطوه كبيره في الحرب على الفكر التكفيري ومحاولات مؤامرات النيل من الدول في منطقه الشرق الاوسط. يعني يمكن في وقت سابق كان الميديا الامريكيه بشكل كبير ومعظم المؤسسات الدوله الامريكيه كانت بتهاجم الرئيس التونسي قيس سعيد للخطوه اللي عملها من بضع شهور ماضيه، ويمكن كان في نوع من الضغط على الاداره الامريكيه لمحاوله فرض عقوبات على النظام الاداره التونسيه وعلى النظام يعني، ومحاوله استرداد واستعاده جماعه الاخوان في المشهد السياسي. ولكن اللي حصل النهارده دوت خطوه مهمه جدا، بيقول يعني نقرا يعني ما بين السطور عده حاجات، منها اهميه اللي حصل انه يمكن الاداره التونسيه ابتدت تاخد بالها بالكتالوج العالمي ازاي على الساحه العالميه، ان ازاي الدول العظمى بتهتم بالخطوات البرو اكتيف او الايجابيه في اتجاه استعاده الشكل الاساسي للدوله باركانها. فيمكن في اثناء بشكل كبير من الخطوه اللي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد انه بيطرح استفتاء في شهر يناير، وان يتم الانتهاء بشكل مارس في شهر مارس من التفويضات الشعبيه والتصويتات الشعبيه. ديت بتقول عده حاجات، واهمها ان برضه الادارات الكبيره في الدول العظمى بتاخد بالها بسياسه الامر الواقع، وبتاخد بالها برضه من الخطوات الايجابيه اللي يتم طرحها.
طيب. فأعتقد إن دي كانت خطوة مهمة جدا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مايكل مورغان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات الاستراتيجية والسياسية، كان يحدثنا من نيويورك. والحقيقة بس بسرعة كده، في مشكلة دلوقتي عند جماعة الإخوان الإرهابية، الجماعة تعشموا بس للأسف عشمهم طلع على فشوش. قصة وما فيها إيه؟ إنه من يومين رئيس التونسي قيس سعيد طلع وقال قرارات مهمة في موضوع الإصلاحات السياسية والدستورية في تونس. القرارات دي من الآخر مش على هوى الإخوان لسببين مهمين. السبب الأولاني إنه إجراءات الرئيس قيس سعيد بتخرجهم من اللعبة تماما. السبب الثاني إنه الرئيس التونسي اتكلم عن محاسبة الفاسدين، واحنا طبعا عارفين ان الاخوان في تونس قعدوا فترة طويلة واخدين راحتهم بقى، بيزنس وعمولات واحتكار، والورق ورقنا والدفاتر دفاترنا بقى. يعني مهم ان الاخوان في تونس وغيرها كان عندهم عشم انه امريكا هتقف معاهم وهتعترض بقى على اجراءات الدولة التونسية وهتعمل عقوبات والحاجات دي. لكن اللي حصل عكس كده خالص. الخارجيه الامريكيه النهارده رحبت بالجدول الزمني المعلن للرئيس التونسي قيس سعيد اللي حدده لمسار الاصلاح السياسي والانتخابات البرلمانيه. يعني من الاخر كده اللي قاله الرئيس التونسي هو اللي هيمشي، لكن برضو يعني بيان الخارجيه الامريكيه لمس كده على حته، يعني حاجه كده على الماشي، وهي ان امريكا عايزه عمليه اصلاح شفافه في تونس بتشمل اصوات المجتمع السياسيه والمدنيه بمختلف فئاته، ونحط خط بقى تحت ايه مختلف فئاته دي. عموما اللي كان بيتمناه الاخوان ما حصلش، لكن اللي بيحصل في تونس وهيحصل وهيستمر الفتره الجايه هو عمليه تطهير وكنس لفلول الإخوان هناك. لكن بصراحة فاتورة الجماعة دول دايما بتبقى تقيلة في كل حتة بيكونوا فيها، وهنشوف هيحصل إيه. طيب معانا خبر منتشر كده وحواليه كلام كتير على السوشيال ميديا الأيام اللي فاتت. الخبر بيقول إنه في موجة غضب كبيرة في السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت على المواقع التواصل ضد الفنانة مها أحمد، وده بعد ما ظهرت زي ما بيقولوا مع شاب اللي بيدعوا انه بيدعو للمثلية الجنسية، وده في بث مباشر يعني كان على احد التطبيقات. كمان الاخبار اللي اتنشرت على السوشيال ميديا ما وقفتش عند كده بس، لا كمان بتقول انه الفنانه اهانت الصيادله وقالت لفظ، يعني انا بعتذر لحضراتكم قبل ما اقوله جدا، هي بس قالت لفظ هم كلهم شمال. بسبب الاخبار دي في محامي قدم بلاغ للنائب العام وقال انه او اتهم فيه الفنانه مها احمد بنشر الفسق والفجور في بث مباشر عبر الانترنت برفقه شاب ممن يدعون الى المثليه. قال المحامي ان الحوار بدا بحديث لمها احمد تخللته بعض الايحاءات الجنسيه الصريحه، واختتمت حديثها في البث المباشر بان الصيادله جميعهم شمال، بعتذر مرة تانية. طيب خلينا نعرف التفاصيل من الأستاذ أيمن محفوظ المحامي واللي قدم بلاغ ضد الفنانة مها أحمد. أستاذ أيمن أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك الإعلامية الجريئة إنجي أنور، بحييكي وبحيي قناة تي تي سي، القناة التي ولدت عملاقة. ليه جريئة؟ طبعا عادي والله. الجريئة كلمة كبيرة قوي. بحييك يا فندم. اهلا اشكر حضرتك. طيب استاذ ايمن، هو يعني ماذا حدث؟ يعني انا شخصيا ما شفتش الفيديو، ما اعرفش الفيديو حصل فيه ايه، ومش عايزه اشوفه. يعني انا زمايلي قالوا لي عليه وبعتوه لي، بس انا ما حبيتش اساسا اشوفه. حضرتك يوصف لنا بالظبط ايه اللي حصل وليه قدمت البلاغ، وايه اللي يخليك يعني توصل لمرحله اتهام بالفسق والفجور؟ والله يا فندم في اطار الجمهوريه الجديده ومصر الجديده، احنا مش بس علينا ان احنا نجابه كل المظاهر السلبيه اللي بتحيط بنا في المجتمع، وبالذات من الطبقه الراقيه كريم شانتيه المجتمع، الفنانين اللي المفروض يكونوا قدوه للمجتمع. بنلاقيها مها احمد، قبل ما اقول لك الفيديو كانت مها احمد بتفتعل بعض المشاكل وبعض المشاغبات مع زمايلها الفنانين، بتقول ان انا ما عنديش فرصه للعمل لو انحصرت عني الاضواء. فلقيت ان في هذا التطبيق اللي مشهور قوي دلوقتي ان هي تجد فرصه ان ممكن تتوجه ليها الاضواء. فكان في شاب مثلي بيقيم حوار مع احد الاطباء
او احد الصيادله، فبقيت جنسيه يعني صريحه جدا. والاستاذه مها احمد كانت بتضحك ضحك هستيري. انا بالبلاغ مش بس طالبت بمحاكمتها بتهمه التحريض على الفسق والفجور، لا ده انا قلت كمان انا بطالب باحالتها لمستشفى الامراض العقليه لدرجات قوه العقليه، لان بس يعني احنا انا ما بستحقيش تتفرجي عليها عشان مش معانا، وحضرتك يعني محامي يعني ليك اسمك ووزنك، فعارف انه احنا انا مش من حقي برضو انه اخد يعني الموضوع من وجه او من وجهه نظر واحده. زمايلي بيتواصلوا معاها وهي احتمال تدخل معانا، بس حتى هذه اللحظه هي ما بتردش، مش كده؟ يعني بترد يا جماعه؟ ما بتردش لانها ما بتردش. مكسوفه من اللي هي عملته. بس هي اكيد ليها حق الرد زي ما هي عايزه طبعا. احنا بنحاول نكلمها، هي ما بتردش. لو حبت ترد عندنا هنا في البرنامج اهلا وسهلا، يعني ده متاح اكيد لانه ده حقها. اتفضل. انا يا فندم طالبت لان الضحك الهستيري مش طبيعي وغير مبرر، وقلت ان احنا بنطالب بالكشف على قواها العقليه، وقلت كمان ان احنا نحاول ان نعمل تحليل لعينات مخدره او مسكره كانت بتتعاطاها. المشهد يا فندم قاتم، والمشهد كان بس يعني استاذ ايمن، يعني احنا عارفين الفنانه برضو مها احمد، هي تاريخها يعني برضو ليها اعمال كويسه، ويعني قدمت يعني الفتره الاخيره برضو اكتر من حاجه، وما سمعناش عنها خالص انها عندها مشكله في قواها العقليه او انها بتاخد مثلا يعني اي مواد مخدره زي ما حضرتك بتقول. يعني ما سمعناش في تاريخها خالص خالص بصراحه حاجه من كده. يا فندم اللي اتفرجوا على الفيديو شافوها وهي بتضحك ضحك هستيري على اشياء اباحيه، اشياء سيئه جدا، اشياء مقززه تثير الغثيان، وكانت بتضحك بطريقه غير طبيعيه. ده طلبت فيه في البلاغ، ولكن عايزين برضه نحط خط كمان تحت هذا البلاغ. وكنت دايما بناشد الدكتور اشرف زكي الغائب الغائب دائما عن المشهد اللي ما بيتخذش اي اجراء ضد اي فنان. ده انا طلبت من الدكتور اشرف زكي ان هو يحتويها نفسيا، لان هي فعلا يا استاذ ايمن اسمح لي، حضرتك بتقول دكتور اشرف زكي الغائب دائما عن المشهد، وبالعكس بصراحه هو هو الحاضر عن المشهد في معاقبه الفنانين، هو الحاضر دائما في المشهد، وشفنا فنانين كتير يعني حصل لهم تحقيق في النقابه بسبب بعض التجاوزات، وده حصل واتكلمنا عنه كمان. فلا نستطيع ان نقول ان دكتور اشرف زكي غائب دائما عن المشهد، بالعكس هو حاضر دائما عن المشهد. هذا رأيي، ودايما بصرح بكل المنصات الإعلامية أنه الغائب عن محاسبة الفنانين، وأنه في يده سلطة شطب الفنان. أنا ما طالبتش بقى في شطب الفنانة مها أحمد، أنا طالبت أن الفنانة مها أحمد تحتويها النقابة، تشوف ظروفها النفسية إيه، إيه اللي دفعها أن هي يعني تترجع الأضواء بالشكل المقزز، الشكل اللي ما يرضيش حد. وكون ان هي ليها تاريخ عظيم، انا متفق مع سعادتك ان هي ليها تاريخ جميل وعظيم ولها شعبيه كبيره، لكن يمكن قله الادوار اللي بتعرض عليها اصابتها بحاله نفسيه، وهي عندها ظروف عائليه، عندها ابن مريض برضو انا بشفق عليها تعبان، ربنا يشفيه يا رب. انا كنت طالب من الدكتور اشرف زكي في هذا الامر بالذات انه يحتوي الفنانه بها احمد ويعرف ايه ظروفها ويحاول يحل مشاكلها. لكن يا فندم الفيديو اصابنا كلنا بحاله من الذهول، مش مها احمد اللي توصل بيها الدرجه دي، وكمان ان هم يطعنوا في اطباء مصر اللي وصفهم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي انهم جيش مصر الابيض. اللي بيدافع عن اخطر عدو بيواجه البشريه كلها هو وباء كورونا، بتقول ان هم اللفظ اللي حضرتك قلتيه اللي ما احبش اكرره، لا اطباء مصر هم شرفاء عظماء، وكبالتش الصيادله بس، قالت الاطباء كل الاطباء بهذا اللفظ السيء الدارج، لا مش دي الالفاظ اللي تتكلم بيها الفنانين، ومش هي دي الالفاظ اللي احنا نسمعها في حياتنا. وبعدين اضيف لحضرتك من الشعر بيت، انا كمان قدمت بلاغ من يومين بالظبط، ده حصر ليكم برساله النائب العام بالغاء هذا التطبيق، لان فيه أشكرك. غرف دردشه سريه وغرف يعني فيها دعاره. هي الغرف دي سريه ولا معلنه يا استاذ ايمن؟ يا فندم
سريه، يعني بيبقوا اثنين مع بعض، يعني في حد بيعمل فيديو عام بيختار حد ان هو يعمل معاه. طب الفيديو ده كان عام ولا سري بينها وبين الشاب؟ استعملها احمد كان عام، شفناه كلنا، كان عام تمام، شفناه كلنا وموجود على الانترنت وده سفر القمر يا فندم. اشكرك يا استاذ ايمن، وهنتابع معاك الموضوع. استاذ ايمن محفوظ المحامي ومقدم البلاغ ضد الفنانه مها احمد، طبعا اولا كل التقدير للجيش الابيض من اطباء مصر ومن صيادله مصر، يعني هم جميعا على رؤوسنا وكانوا موجودين في مقدمه الحرب ضد فيروس كورونا. الحقيقه يعني ناس منهم كتير كمان يعني اللي تعادى واللي سقطوا شهداء الواجب، بكل التقدير والاحترام الحقيقه لكل طبيب مصري ولكل صيدلي مصري. ايضا حق الرد مكفول للفنانة مها أحمد، هي برضو فنانة قديرة وفنانة لها وزنها ولها تاريخ، ونحن طبعا بالتأكيد فتحين لها الباب لو حابة ترد على ما قاله الأستاذ أيمن محفوظ. طبعا كمان زوجها الفنان مجدي كامل فنان كبير وصاحب أدوار محترمة في السينما وفي التلفزيون، وهو على العين والراس هو كمان، فحق الرد للفنانة مها أحمد إن حبت طبعا تتفضل. طيب النهاردة عندنا إيه في مصر جديد؟ النهاردة عندنا فقرة مع ضيف مهم، أسئلة كبيرة وكثيرة هنقولها ليه، أستاذ كبير هو في مجاله، شاطر جدا في تخصصه، بيقدم خدماته للجمهور بالمجان، ناشط جدا على السوشيال ميديا، تقريبا ما فيش يوم بيعدي إلا وبنلاقي ليه بوستات كلها نصايح طبية مهمة جدا جدا، ده يمكن من أهم مميزات السوشيال ميديا اللي قربتنا لشخصية محترمة زي الدكتور هاني الناصر وقربته مننا. ضيفي النهارده في مصر جديده هو الدكتور هاني الناظر، استاذ الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، هفتح معاه بقى ملفات كتيره جدا مهمه، هناخد المره دي نصايح صوت وصوره، يعني اللي انتم بتشوفوه بيكتبوا على السوشيال ميديا عنده هنشوفه مع بعض صوت وصوره، يعني تابعونا عشان انا واثقه انه الاستفاده من الحلقه بتاعه النهارده هتكون استفاده كبيره جدا، اعتقد انا كمان هستفاد كتير وهاخد من نصايحه وهنفذها كده بالحرف. هسال ضيفي عن حاجات كتير النهارده زي النصايح المتعلقه بالطقس وبالتغيرات المناخيه اللي دايما بيقدمها الجمهور، وازاي ممكن تصيب حد بامراض جلديه، ازاي تتعايش ونتعايش كلنا مع التقلبات الجويه من غير ما يحصل لنا اي امراض. كمان هنتكلم أكيد في ملف كورونا، هنعرف إيه آخر التطورات، الأوضاع رايحة على فين. لكن بعد الفاصل هنستقبل مباشرة الطالب محمود الخشت، فاكرين محمود الخشت؟ ما قلت لكم افتكروا الاسم ده، ابن محافظة كفر الشيخ اللي فاز بالمركز السادس في المسابقة الدولية الخاصة بتطبيقات برامج مايكروسوفت، واللي كان ضيفنا هنا من أسابيع قليلة في مصر جديدة عبر زوم، وقتها قال لنا كده بالحرف إنه أنا ما قدرتش احقق المراكز او المركز الاول لان اللابتوب بتاعي امكانياته محدوده، وانه انا سالته يعني انت لو كان معاك لابتوب افضل كنت حققت المركز الاول. طبعا فورا قناه اي تي سي ممثله في الاستاذ هاني العتال رئيس مجلس الاداره قررت توفير لابتوب للطالب محمود الخشت. النهارده محمود بيشرفنا في مصر جديده عشان يستلم اللابتوب بتاعه بنفسه، وكمان بعده على طول هيكون معانا نموذج شاب مشرف جدا قدر انه يحقق انجاز على مستوى العالم، يعني ده طالب بطل من ذوي الهمم، نادي سعد افتكروا الاسم ده، طالب بكليه الشريعه والقانون فاز النهارده بالمركز الاول في المسابقه العالميه للقران الكريم رقم 28 لذوي الهمم اللي بتنظمها وزاره الاوقاف. طبعا المسابقه دي فيها متسابقين من عشرات الدول من العالم الاسلامي، لكن نادي أثبت أنه سليل مقرئين العظام زي الراحل محمد صديق المنشاوي اللي المسابقة السنة دي كانت باسمه. خلينا نروح فاصل ونعود، وبعد يعني اسمين دول مهمين جدا يا جماعة، افتكروا بقى نادي ومحمود لأنه الحقيقة المستقبل لهؤلاء الشباب، وبعدهم على طول هيكون معانا الدكتور هاني الناظر. قعدت فترة بتدرب على اللاب بتاعي، اللاب بتاعي يعني ضعيف شوية، فبالتالي أنا كنت بنفذ التاسكات، فاللاب كان بياخد وقت كديلي أصلا بيهنج فيها قبل ما ينفذ التاسك. أيوه. فما كنتش قادر أقيس يعني كانت المشكلة عندك إيه؟ الإمكانيات اللي عندهم مش عندك. سرعة النت، هل اللاب بتاعك إيه المشكلة؟
انا بالنسبه لي ان اللاب بتاعي يعني ضعيف شويه، هو اللاب قديم فبالتالي بيهنج كتير شويه، فمش قادر ان انا اقيس الوقت الفعلي اللي انا بنفذ فيه التاسكات، يعني انا اعتقد ان فدي يا برضه محمود لو انت معاك لابتوب كويس محترم اكيد كنت هتطلع الاول. ان شاء الله يا فندم. اتفضل محمود انا عندي ليك مفاجأة يا محمود، يا سامعني؟ فندم. عندي مفاجأة حلوة ليك. ايوه إدارة القناة، إدارة قناة اي تي سي، متمثلة في شخص الأستاذ هاني العتال رئيس مجلس إدارة القناة، قرروا إنهم يعني لازم نجاحك ده الكبير وتشريفك الجميل لمصر لازم يكون ليه هدية. وبما إنه أنت محتاج اللابتوب، إحنا محتاجين نوفر لحضرتك لابتوب على أحدث مستوى وأنت تستحق ذلك. شكرا لحضرتك والله. احنا طبعا معانا تليفونك وهنتواصل معاك وهيكون يعني بشكل سريع جدا هذا الكمبيوتر الذي هو على احدث يعني مستوى هيكون متوفر عندك لحد عندك في كفر الشيخ، وده قرار سريع الان من الاستاذ هاني العتال رئيس مجلس اداره قناه اي تي سي. طيب هو محمود الخشت هنا معانا النهارده في مصر الجديدة على الهواء، قررنا بقى ان احنا يجي هو بنفسه من كفر الشيخ لانه بالصدفه كان عنده احتفاليه هنا في القاهره، فقلنا ننتهزها فرصه ويجي ونحتفي معاه على الهواء لانه يعني هذا نموذج مهم جدا ونموذج جميل جدا ونموذج يستحق ان احنا نتوقف عنده كتير. افكركم محمود فاز بالمركز السادس في المسابقه الدوليه الخاصه بتطبيقات برامج مايكروسوفت، والحقيقه ده حاجه مشرفه جدا. يا محمود منورنا، مساء الفل. منورك فعلا. صباح الخير. انا عارفه النهارده كان مايكروسوفت عامله لكم احتفاليه في القاهره، فبدل ما نروح لك كفر الشيخ قول له تعالى بقى سلم علينا والناس كلها تشوفك. والله ده شرف ليا. قول لي بقى هتعمل ايه باللابتوب الجديد؟ في اكتر من خطه، بس غالبا معظم الخطط دي هتكون ديليت شويه بعد الثانويه العامه، لان انا بادئ ادخل في مرحله اللي هو لازم اراجع القديم وفي نفس الوقت اركز على جديد في الثانويه العامه. انت ثانويه عامه السنه دي، نفسك تدخل كليه ايه؟ الحقيقه انا مش محدد بالظبط كليه ايه، لكن هو اللي انا محدده ان انا في اي مجال ربنا يكتبه لي اكون كويس فيه، اكون متفوق فيه، ان انا احاول اطور المجال ده بقدر ما اقدر يعني. بس يعني من جواك انت وانت بتذاكر ايه المواد اللي بتحبها اكتر؟ هو في مواد الواحد بيحبها زي الاحياء، انها ماده شيقه جدا يعني. اتوقعت انك هتقول مهندس بعد ما تفوز بجائزه من مايكروسوفت، مش عايز تتخصص في الموضوع ده اكتر ولا هتخليه هوايه بس؟ ده ينفع وده ينفع، ان حاجه زي الكمبيوتر او البروجرامنج يعني من المجالات المفتوحه شويه، مش يعني في الفتره دي مش ملزم قوي ان انا اكون دراسه اكاديميه في الكليه. معظم الشركات دلوقتي في مجال البروجرامنج او الكمبيوتر او الكمبيوتر ساينس عموما بتشتغل بتركز شويه على بوينت السكيلز اكتر من بوينت الشهادات، او اكتر من بوينت على الشهادات الجامعيه، على مهارات الشخص اكتر من شهاداته. طول ما انا بقدر ابرفورم التاسك او بقدر ادي اعمل المهمه الواجب المطلوب منك، طول ما انا بقدر ان انفذ المهمات المطلوبه مني بشكل كفء، فليه لا يعني، حتى لو ما عنديش دراسه اكاديميه في جامعه يعني، انا اشتغلت على نفسي وانا بدات اتعلم، او اي شخص عموما بدا يشتغل على نفسه او يطور من نفسه ويبدا يتعلم الحاجات دي اونلاين يعني. في جامعات كتير قوي اتاحت المنهج بتاع الكمبيوتر ساينس اونلاين زي جامعه هارفارد والحاجات دي كلها، ف الانسان ممكن يتعلم الحاجات دي اونلاين، فمش ملزم قوي بدراسه اكاديميه. جميل جدا. قول لي بقى والدك ووالدتك والناس اللي عندك في كفر الشيخ بيقولوا لك ايه؟ يعني انت طبعا محل فخر لمصر كلها، لكن الناس اللي حواليك بتقول لك ايه ونفسهم تبقى ايه؟ هو الجمله اللي اتكررت كتير شويه الفتره اللي فاتت، انا يعني محتاج اركز شويه في الثانويه العامه، لان بالنسبه لكل تحديد دي سنه تحديد المصير يعني. في كلام كتير زي يعني، او الاكتر حاجه اثرت فيا اللي هو النصيحه، اكتر من نصيحه اتقالت لي ان انا علشان تعمل ما تعملش حاجه الفتره الجايه اقل من اللي انت وصلت له، لازم علشان تعمل حاجه جديده يكون في نفس المستوى اللي انت وصلت له او مستوى اعلى، اوعى تقلل من المستوى
دي اجمل نصيحه وصلت لي الحقيقه. واحنا عشان ما تقلش عن المستوى وعشان انت قلت لنا على الهوا المره اللي فاتت لما كلمناك وانت في كفر الشيخ انه انا ما خدتش المركز الاول لانه اللابتوب بتاعي قديم وكان بيعطل شويه وما بعرفش احسب الوقت فما بعملش التاسك او الواجب المطلوب مني في الوقت الصحيح، فده كان السبب. فما ينفعش ما دام عندنا حد نابغ زيك وحد متفوق زيك وحد فخر لمصر زيك لازم نكون واقفين معاك. واكيد انا بوجه التحيه من قلبي لوالدك ووالدتك اللي جم معاك من كفر الشيخ النهارده وهما موجودين معانا بره، بوجه لهم التحيه وبشكرهم على انهم طلعوا لنا يعني حد كده محل فخر كبير لمصر والمصريين كلهم، عالم كبير ان شاء الله في المستقبل. فاحنا حابين نكون في وراء هذا العالم علشان نبقى كده فخورين. احنا كمان في اي تي سي بنشكرك وبنوفي بوعدنا يا محمود، وتقيل بس شويه، انا حاولت اشيل اهو، شوف تقيل. يلا الف مبروك، ده هديه من اي تي سي ورئيس مجلس الاداره الاستاذ هاني العتال. هو اللابتوب المفروض احدث حاجه ممكنه علشان المسابقه الجايه مش هينفع غير تكون انت في المركز الاول يا محمود. ان شاء الله. وبشكر حضرتك وبشكرك انا طبعا على الهديه دي. أشكرك يا محمود، يلا باي باي، أشوفك على خير. تفضل، أشوفك على خير بعد الفاصل. نادي وموهبة أخرى وبطل آخر من أبطال ذوي الهمم سيكون معنا في مصر جديدة، نادي سعد. معنا النهاردة كمان زي ما قلت لكم بطل من أبطال ذوي الهمم، أبطال قادرون باختلاف، بطل قرر يتحدى الصعب، يحول الإعاقة لعزيمة، حفظ القرآن وهو في سن صغيرة جدا، دخل الأزهر الشريف، فضل شاطر طول مراحل تعليمه، قدر يطلع الثاني على الجمهورية في الثانوية الأزهرية وحقق إنجازات كتير جدا طول مسيرته التعليمية رغم أن عنده مشكلة في النظر بتمنعه من أنه يشوف. النهاردة بقى احنا بنحتفي بيه عشان حقق إنجاز عظيم وقدر يحقق المركز الأول للمسابقة العالمية للقرآن الكريم لذوي الهمم اللي هي تحت إشراف وزارة الأوقاف وتوجيهات الرئيس السيسي. يا نادر أهلا بيك ونادي أنا متأسفة ومنورنا بجد، أنا فخورة أن أنت موجود معانا النهاردة في مصر جديدة، نورت لنا كده مصر جديدة. أهلا وسهلا يا أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك. احكي لي يا نادي من إمتى بدأت تحفظ القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بفضل الله عز وجل بدأت حفظ القرآن منذ سن مبكرة لأني يعني ولدت كفيف البصر، فلم يكن لدي أي شغل شاغل إلا القرآن الكريم. يعني أحيانا الله عز وجل يحجب عن الإنسان بعض النعم لأجل طلب العلم كما يقول العلماء. فبفضل الله عز وجل بدأت حفظ القرآن الكريم والتحقت بالأزهر الشريف وأنهيت حفظ كتاب الله عز وجل وأنا في الصف الرابع الابتدائي، ثم بدأت بعد ذلك في تعلم أحكام تلاوة القرآن الكريم والقراءات القرآنية، وأنا بفضل الله عز وجل أجزت من بعض المشايخ أمثال الدكتور سعيد زعيمة حفظه الله وغيرهم، وبفضل الله عز وجل الآن أجمع الآيات القرآنية بالقراءات السبع جمعا من آخر الآية. جميل جدا، قل لي مين أول حد بدأ يحفظك القرآن؟ أنا بدأت حفظ القرآن الكريم على يد فضيلة الشيخ سيد رجب أحمد، يعني كتاب كأي كتاب في من كتاتيب القرى، وأنهجت أيضا حفظ القرآن معه بفضل الله عز وجل. الكتاتيب دي خرجت عظماء أنت عارف طبعا يا نادي. طبعا. مين من المشايخ الكبار أنت بتحب تستمتع بتلاواته للقرآن الكريم؟ يعني بالنسبة لجيل التلاوة القديم الذين هم عمالقة التلاوة في الدولة المصرية وفي العالم بأسره، يعني فضيلة الشيخ محمد رفعت بالنسبة للقرآن المجود، فضيلة الشيخ كامل يوسف البهتيمي، فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بالنسبة للقرآن المرتل فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله. يعني أسامي عظيمة يعني. طبعاً يعني هتختار لنا إيه يعني كده تلاوة عطرة من القرآن الكريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إن صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله الله عليك يا نادي.
الله عليك يا نادي، يعني احسنت يا نادي الحقيقه، يعني مش عارفه اقول ايه، تلاوه جميله وصوت حسن. في النهايه نادي الرئيس السيسي يقف دائما وراء ذوي الهمم ويدعمهم بشده، وفي اهتمام من الدوله المصريه يعني كلها، قادرون باختلاف، يعني اعتقد شعار الدوله المصريه الان. خططك الجايه ايه وماذا تقول للرئيس السيسي؟ يعني اسمحي لي أن أتقدم بخالص الشكر من هذا المنبر الإعلامي المتميز لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لذوي الهمم. ويمكن حضرتك تعلمين أن المسابقة العالمية أصلا لم يكن بها فرع لذوي الهمم قبل ذلك، صحيح، وتم استحداث هذا الفرع. وهذه يعني رسالة من الدولة المصرية لكل صاحب همة، أن صاحب الهمة هو في قلب وعمق الدولة المصرية، لأن أنه طاقة إضافية للمجتمع. ولذلك أنا أنصح كل صاحب همة من هذا المكان وأقول له لا ينبغي أن تقف إعاقتك حائلا بينك وبين استكمال مشوارك مع القرآن الكريم أو مع طلب العلم، لا سيما والدولة الآن باتت توفر كل الإمكانات والوسائل المتاحة لديها لأجل خدمة صاحب الهمة باعتباره طاقة إضافية في هذا المجتمع. بتطلب إيه أخيرا من الرئيس السيسي؟ يعني في الحقيقة أطلب منه يعني الاستمرار في هذا الجهد المشكور لخدمة المعاقين، لأن في الحقيقة يعني هذا يعني حافز وتشجيع كبير لكل صاحب همة أن يكمل مسيرته في الحياة. أشكرك يا نادي، وشرفتنا ونورتنا وباركتنا بقراءة ما تيسر من سورة الأنعام آخر الكم آية، صحيح؟ نعم. أشكرك شكرا جزيلا نادي سعد، الطالب بكلية الشريعة والقانون والفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم لذوي الهمم والتي تنظمها وزارة الأوقاف. شكرا جزيلا ليك. أهلا بحضراتكم من جديد في مصر جديدة، وضيفنا النهاردة اللي منورنا قامة علمية مصرية، مسيرته بتعتبر علامة مميزة في تاريخ الطب وأيضا في البحث العلمي في مصر، لأنه علم من أعلام الطب، قدر يوصل بأبحاثه العلمية وبالبحث العلمي كله لمستويات ربما لم تكن معروفة من قبله. هو طبيب قرر أنه يعيش في جلباب أبيه اللي كان طبيب برضه، ما تعلمش من والده بس حب المهنة، لكن اتعلم منه العطاء، الإنسانية، حب الناس. اتعلم من والده أن المريض بالنسبة للطبيب زي الأخ، زي العم، زي الخال، زي واحد من القرايب. عشان كده لما بنسمع شهادات المرضى اللي عالجهم بنلاقيهم بيدعوله بالخير، ولما الاقيه بياخد من وقته وجهده عشان يوصف العلاج للناس مجانا على صفحات الفيسبوك، ولما حد يساله يعني انت ليه بتعمل كل ده، بيقول انا برد الجميل للبلد دي وناسها ودعائهم ليا هو اجري. لما نسمع كل الكلام ده لازم نعرف اننا النهارده في حضره الطبيب الانسان والعالم الكبير الدكتور هاني الناظر، والاسم وحده يكفي. مساء الخير يا دكتور، نورنا. مساء النور، بشكرك على المقدمه الجميله دي، ربنا يبارك في حضرتك. يعني دي اقل حاجه تستحقها حضرتك، يعني عزيز علينا ودايما بنفخر بحضرتك، ويكفي الخدمه العامه اللي حضرتك تعملها للناس على السوشيال ميديا مجانا. انا بستمتع بكده والله. يعني انا دايما اقول دعاء الناس اعظم من فلوسهم. أصل في دكاترة بيقفلوا الموبايل أو تكلمهم ويبقوا شايفين الرقم وتتصل تتصل تتصل، وكنت تكون في مشكلة ولا حاجة، ما يعني براحته تماما يعني. لا مش يعني كمان السوشيال ميديا أو صفحتي على الفيسبوك كمان مش بس الاتصال، لا ممكن أحد يحط صورة المرض أو المشكلة بالتفصيل، أسهل كمان من مكالمة التليفون. بشوف فدي طبعا بتسهل لي التعرف على المرض. طبعا في بعض الامراض ساعات بتبقى لازم الواحد يشوفها على الطبيعه، أكيد. لكن احنا في مجال الامراض الجلديه جزء كبير من الامراض الجلديه انت بتعرفي حضرتك من الصوره، سبوت دياجنوزي او التشخيص اللي انك تشوفي الحاجه. فطب انا ليه واحد مثلا مريض جاي موجود في الصعيد في اخر الدنيا في حلايب وشلاتين وعايز ان انا اشوفه، ليه اكلفه مشوار ومصاريف سفر ويجي؟ طب ما انا اقدر بالطريقه دي يعني اخدمه، وفي نفس الوقت ده تكنولوجي، وهو ده المفروض اللي يعني ده المفروض الواحد يعني يسخر فيه التكنولوجي. يعني الفيسبوك ده تكنولوجي، صحيح، مش معمول عشان خاطر انا قاعد اشتم الناس ولا احط صور مش عارف ايه ولا اجيب سيره الناس ولا فلان عمل وفلان ما عملش. انا مالي، انا ده تكنولوجي لازم اخدم بيه الناس، فانا بحاول اسخر صفحتي فعلا لخدمه الناس، اعمل حاجه مفيده. يعني في حاجه بقى يعني موضوع كده استحق ان انا اتوقف عنده شويه،
ابن حضرتك كان بيعمل عملية في المستشفى وحضرتك قاعد مستني النتيجة بتاعت العملية وحضرتك قاعد بترد على الناس واستفسارات الناس على الفيسبوك وقاعد بتشرح لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه. يعني المشهد ده مش اي حد يعمله. بص حضرتك طبعا يعني ما هو ما في ناس بتدعي فالدعاء ده هو اللي بيدينا الصحة وبيسترها معانا. فاللي أنا بعمله برضو بيعود على صحة ابني. ليه؟ لأن الدعاء الناس هيستفيد بيه هو. الحاجة التانية أنا بحس إن ده واجب حضرتك حتى لو كنت مش بس كده. أنا لما في فترة كنت تعبان وكنت قاعد برضو وقلت للناس على فكرة أنا تعبان وفي السرير بس ابعتوا برضو الأسئلة على الأقل أنتوا كده بتسلوني بدل ما بقى قاعد عيان لوحدي. فلا أنا بستمتع بكده يعني أنا بحب أعمل كده عشان برضو أنت عارفة لما تلاقي ناس مبسوطة بتحس أنك أنت عملت حاجة مفيدة بدل مثلا أنا خلصت شغل الصبح وقاعد في البيت يعني أعمل حاجة غير مفيدة بقرأ طبعا حاجات لكن في نفس الوقت يعني ما بخلش على ناس بعلمي. هل فعلا الطب لسه مهنة إنسانية؟ لأنه مع احترامي مش كل الناس لسه بيبصوا للطب إنها مهنة إنسانية. بص حقيقي في كل مجال وفي كل مهنة في الطيب وفي الغير طيب في أي مجال في أي شيء في الدنيا. يعني في مصر عندنا الغالبية العظمى من الأطباء الحقيقة تقدري تقولي عليك لقب زي ما حضرتك تفضلت وذكرتي طبيب إنسان. على أي أساس حضرتك بتقول كده؟ يعني إيه المواصفات أو الأفعال اللي الدكتور يعملها هنقول عليه فعلا الدكتور ده بيطبق شعار إنه الطب مهنة إنسانية؟ إحنا كان عندنا كم مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة في المحافظات والأقاليم؟ عدد كبيرة جدا. الأطباء دول بيشتغلوا بياخدوا مرتبات قد إيه؟ أكيد مش كبيرة. وبيشتغلوا وبيعملوا عمليات وبيروحوا العيادات وبيكشفوا ومحدش يعرف عنهم حاجه خالص. وبيقدموا شغلهم من ساعه ما بيروحوا المستشفى الساعه 8 الصبح لغايه اخر النهار ويقعد ويعمل عمليات ويتابع مرضى. ده مش عمل انساني حضرتك؟ اكيد. وهكذا ناس كتير بتشوف بتعمل مبادرات طبيه وبتطلع قوافل علاجيه، قوافل علاجيه بتطلع في الاماكن الفقيره وكده، مش دول الاطباء اللي بيعملوا الكلام ده وبدون مقابل؟ ففي ناس كتير بس احنا للاسف دايما انت عارف لو داخل اوضه كلها مدهونه ابيض ولو لقيتي حته في الحيطه مخدوشه دي اول حاجه تلفت نظري. طبعا طبعا. فاحنا بنشوف النماذج اللي حضرتك تفضلتي وذكرتيها بس دي قله جدا. انما النماذج كتيره وعندنا اساتذه كبار ومن غير ما اقول اسماء طبعا كلنا عارفينهم في القلب في المسالك وفي الامراض الصدريه في العيون كلهم بيعملوا حاجات كويسه او بيعملوا خير وبيساعدوا الناس وكثير منهم لا يتقاضى اجر على اللي بيعملوا لغير القادرين. لا احنا برضو مصر بخير والطب بمصر بخير وفي اطباء كتير كويسين. طيب في بقى يعني ملف هبدا بقى افتحه عشان ده ملف ناس كتير بيتكلموا فيه التقلبات بتاعه الطقس اللي احنا بنعيشها. حضرتك شايف اثر ده على صوتي كلنا. من يوم التقلبات ويوم التراب الفظيع اللي كان في الجو وانا طبعا يعني ايه الموضوع قفل معايا خالص لدرجه ان شكيت لانه كان في اعراض تشبه اعراض كورونا. شكيت رحت عملت البي سي ار والحمد لله طلع نيجاتيف الحمد لله. بس عشت لي كام ايه طبعا كنت قلقانه ومرعوبه شويه بس الحمد لله. بس بواجهه عامل موجه الطقس اللي مش مستقره وخصوصا لما بيكون فيه تراب وشويه يوم برد وشويه يوم حر والصبح بدرجه حراره كذا وبالليل كذا اتعامل انا معاه ازاي؟ هو طبعا احنا في فصل الخريف. هو فصل الخريف خلاص فاضل له اسبوع ويخلص لان الشتاء يبدا 21 ديسمبر. هو ده فصل الخريف. تبص تلاقي درجه حراره تعالى لانه مرحله انتقاليه بين الصيف والشتاء في تقلبات في هواء في رياح بتراب زي الربيع ودي أسوأ فتره في السنه للانسان سواء بس كان عنده حساسيه او الانسان الطبيعي لانهم لقوا من الدراسات العلميه الحديثه حضرتك ان التقلبات الجويه دي بتاثر على الجهاز المناعي فبتضعفه فبتسهل اصابه الانسان بالامراض المختلفه. فعشان كده دي حاجه مش سهله. طيب نتصدى للكلام ده ازاي؟ يعني انا بتابع هيئه الارصاد والحقيقه هم بيقولوا اول باول ان بكره او بعده مثلا بكره مفيش تراب يعني انما افرض هيقولوا مثلا بكره في رياح متربه مريض الحساسيه سواء الجلديه او الجيوب الانفيه او الصدريه ياخد باله لو انا تعب قوي ما اخرجش اخد اجازه اليوم ده لو لازم هروح الشغل لو مضطر اخرج بقى اعمل حاجه جميله جدا الماسك او الكمامه اللي احنا بنستخدمها دي عشان الكورونا هي مش بس الكورونا انما انا لو في تراب ولبستها دي فلتر
هتخش التراب من هو يخش، وبالتالي اعراض الحساسيه مش هتحصل عندي. بتحصل والله يا دكتور يعني لو لابس كمامه في الشارع بتقل شويه طبعا. بس اليوم التراب الفظيع ده هو اللي صحانا من النوم، بيدخل لك التراب بيبقى دقيق جدا، بيدخل لك البيت يعني بتصحى من النوم مش قادر تتنفس. نعمل ايه حضرتك؟ ما هو ثلاث حاجات. واحد، وانا كنت كاتب بوست من اسبوعين ايامها، طالما انا عندي حساسيه اخد قرص مضاد للهستامين كل يوم بالليل الفتره اللي هي هيحصل فيها رياح وما بعدها بيومين، اخد على طول ده على طول، ما دام في حاله جويه فيها رياح وأتربة وانا عندي حساسيه اخد القرص كل يوم بالليل لمده اسبوع. وانا كاتب اسمائهم في صفحتي يعني. بالاضافه بقى ان انا اقفل الازاز كويس قوي، الشيش اذا كنت انا مش هخرج اقفل كويس قوي عشان ما يخش تراب، انما اذا مضطر اخرج لازم اخد بالي والبس كويس واغطي كمامه مش في الاماكن المغلقه بس، هنا هتبقى في الشارع من اول ما بخرج باب البيت بلبسها وتفضل على محتاجين نظاره كمان علشان التراب يعمل حساسيه في العين. صح، ونظاره سوداء. فبعمل كل الاجراءات اللي ممكن تحميني مع تناول قرص مضاد للهستامين، انا كده امنت نفسي. طب والاكل بقى والشرب وال لا هو لا هنا الاكل ملوش دعوه، اذا كنت انا مريض حساسيه وممنوع من اكلات معينه انا من الاول لازم اكلهاش طبعا، زي السمك والحوادق والمخللات. ففي الفتره دي مش لازم بقى، مش ضروري، مش لازم الحوادق بقى والمخللات والسمك، ابعد عن الحاجات دي. ده حقيقي. اركز على ايه؟ اشرب ميه كتير. بص حضرتك الميه بتعمل حاجات كتير جدا، يعني انا في الاجواء دي حتى في البرد يعني، في ناس بتشرب ميه كتير في الصيف. لا انا بقول للناس عشان احنا على فكره الاسبوع اللي جاي ده حراره 17 و16 ودرجات حراره هتبقى ليله يعني. اواجه البرد اشرب ميه كتير. انا لما بشرب ميه كتير جسمي بيسخن فاقدر اتحمل درجه الحراره اللي هي بروده، في نفس الوقت بيحسن الدوره الدمويه، فالدم لما بيبدا يتحرك في الجسم وبيروح كويس قوي ده بيمنع تكون الجلطات. مش بس كده، لقينا ان شرب الميه كتير بيحافظ على نضاره البشره الجلد، فبالتالي يمنع الجفاف اللي الناس بتشتكي منه في الشتاء. ناس كتير في الشتاء يقول لك جلدي جاف وبيشقق. اشرب ميه كتير. لقينا انه مفيد في قش الشعر، يعني بشرب ميه كتير بيقلل قش الشعر، وقش الشعر ظاهره من الظواهر بتيجي في الشتاء دايما. ناس كتير بتشتكي منها. صوت الشعر برضه الميه؟ طبعا، ما هو الشعره دي بتاخد الغذاء من البصيله، محتاجه الميه طبعا عشان تنقلها عن طريق الدم المعادن والفيتامينات والكلام ده. فاذا مش بس كده، لقوا كمان ان هي شرب ميه كتير بيساعد على خفض الوزن. ده واحنا في شغل كتير بال ناس كتير الموضوع ده. فدي كمان، والذاكره والخمول والكسل. اشرب ميه كتير تعالج الكسل. الميه الحنفيه، الميه عاديه. في ناس تقول لك طب انا بشرب شاي كتير. لا، الميه بتاعتنا بتاعت الحنفيه بتاعت الناس المية. تشرب حاجات ساقعه وتقول لك ما انا شربت اهو، ما هو لا وكمان حاجات ساقعه مياه غازيه وكده. لا 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 ده غلط خالص. ما انا بس في ناس تقول لك ده انا جبت نتيجه عكسيه بوظت كل حاجه. انا بشرب شاي ده سوائل، ما انا بشرب عصير ده سوائل. كويس، السوائل الدافيه طبعا. بس مع الميه. لا غنى عن الميه. وبعدين انا ما بقول للناس اشرب 3 لتر في اليوم، مش معناه ان انا احط ازازه واشربها مره واحده على مدار اليوم. لا، يعني حاجه شفتي اول ما دخلت شربت من المايه، وبعد شويه تلاقي خدت بق. انا بنام بالليل احط جنبي كوبايه ميه، على الصبح اكون خلصتها، كل ما افتح كده اقلق اروح شارب كوبايه، في مكتبي في كل مكان جنب الميه. اقسم الثلاثة لتر ميه على مدار اليوم، من 2.5 ل 3 لتر ميه. ده هيخلي صحتي باذن الله زي الفل، جلد وشعر. في ناس بتشربها مره. لا بص، الواحد نفسه مش نفسه في ناس مش 3 لتر بس، ناس فاكره انه يعني لو طول اليوم ما شربتش ميه فتشرب لها ازازه صغيره تبقى كده يعني. لا لا ما ينفعش، ده غلط مش كده. لا ما ينفعش. فمهم جدا، من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها عشان موضوع المناعه، حاجه بتغيب عن ناس كتير، موضوع النوم. لقوا ان انا عشان تبقى مناعتي عاليه وبرضه احافظ على كل اعضاء جسمي ما فيها جلد وبشرتي، النوم 8 ساعات متواصل. يعني مش انام الظهر ساعتين وبالليل ثلاثه وبعدين أنا لا، اهم حاجه 8 ساعات متواصل، اللي هو بتفرق جدا في تقويه المناعه والحفاظ على جميع اعضاء الجسم. وبص دايما الناس اللي ما بتنامش كتير هتلاقي على وشها بيبان سن اكبر من سنها، وجهات كده دائما في تجاعيد، في ارهاق، العين داخله جوه، هالات، كل ده من قله النوم. بالعكس لو نمت كويس دي بتقلل الاجهاد، بتخلي البشره مفروده، ما يبقاش فيه الواحد سنه باين. النوم ميزان الجسم، وكمان النوم الساعات اللي هي بتاعت بالليل. بالليل الصبح طبعا. الناس بقى اللي بتنام مثلا 7 الصبح وتقول لك ما انا بنام 8 ساعات. لا ده مش صح.
بصي يعني الساعه البيولوجيه دي لازم تبقى مظبوطه. بصي على الكائنات الحيه كلها حوالينا، حوالين الطيور الحيوان، تبص المغرب نام يصحى في الفجر. وده دي المواعيد المفروض اللي بره بيعملوها. يعني انت لما بتروحي في اوروبا الناس بتنزل الشغل الساعه كام؟ 5 6 الصبح نازلين كويس، يخلصوا الساعه 7 ويناموا بدري. ده دي الـ يعني النوم المثالي من امتى؟ يعني مثلا ما نتاخرش عن 10 بالليل. اللي بيخلص شغله 10 طب يعمل ايه؟ يروح ينام على طول. يروح ينام على طول. يعني انا من 10 لغايه 6 الصبح 8 ساعات. كويس جدا. طيب بمناسبة ان حضرتك اتكلمت عن المناعة، المناعة هي الحرب المهمة او جهازنا اللي بنحارب بيه ضد كورونا. طبعا احنا عايشين بقالنا فترة يعني حلوة كده في وباء عالمي مؤثر على كل منحة من مناحي حياتنا، مؤثر اقتصاديا، حتى مؤثر سياسيا، ومؤثر علينا اجتماعيا في علاقاتنا الاجتماعية، مؤثر علينا في كل حاجة. حضرتك من أول ما ظهر هذا الوباء كان ليك رؤية كده امتى هينتشر، امتى هيقل، وثبت صحتها حتى هذه اللحظة؟ حضرتك شايف من وجهة نظرك احنا ممكن نستمر في الوباء ده لقد ايه؟ يعني علمين، أنا قلت في سبتمبر مع بداية الموجة الرابعة إن الموجة الرابعة اللي هتبدأ بإذن هي اللي احنا فيها، اللي احنا الحمد لله دلوقتي هنبدأ في المنحنى في النزول. النزول في الرابعة بتاع الرابعة هتبدأ الأعداد تقل والوفيات تقل بإذن الله تدريجيا كده لغاية إن شاء الله على آخر ديسمبر أو الأسبوع الأول من يناير هنوصل بإذن الله للحد الأدنى. ودي تبقى نهاية الموجة الرابعة. قلت كده، قلت إن احنا خلال الموجة الرابعة هتكون موجه اقل حده من الموجه الاولى والثانيه والثالثه، وهتبقى الاعداد العظمى اقل والوفيات اقل، وده اللي حصل على فكره. يعني هي فعلا اقل حده من الموجات السابقه. هل في 5 بقى وسادسه؟ بص حضرتك برضو علميا اتوقع ان شاء الله ان يبقى في موجه 5 هتبقى في الربيع اللي جاي. يعني بنقول الفتره اللي من اواخر فبراير ومارس وابريل. ومتوقع ان هي تبقى اقل حده. يعني هتكون اقل الموجات اطلاقا بالنسبه للاربعه اللي فاتوا. يعني الفيروس بيضعف مع كل موجه بيقل عشان بيتحور كتير. زي كل، بص حضرتك تعالي نبص لاسلافه. ما كان في كورونا وفي سارس اصله. بصي دول هما فين دلوقتي؟ وانفلونزا الطيور عادي، فاكر دي كانت اوبئه بالظبط، وفضلت الفيروسات دي تتحور تتحور. ما دوختش العالم سارس وكورونا الاولاني وكل الحاجات. سارس كان مشكله كبيره، بس في حاجه كانت اقوى. كان زمان في الانفلونزا الاسبانيه دي موتت 50 مليون. وفضل الفيروس يضعف في الاخر بقت انفلونزا عاديه. وده مسيره كده على فكره كوفيد، يعني هينتهي بيه الامر في الاخر ان هو هيبقى الدور البرد او الانفلونزا بتاع كل شتاء. وناخد زي مش احنا كل سنه بناخد تطعيم انفلونزا بالظبط، ما دي فيروسات ولاد عمه. يعني اصل النهارده منظمه الصحه العالميه قالت ان عدد اللي اصيبوا بفيروس كورونا 270 مليون على مستوى العالم، والوفيات 5 مليون على مستوى العالم. يعني خلال السنتين اللي فاتوا كبير. قارنيه بقى بالانفلونزا الاسبانيه والاسيويه 50 مليون. لا ايام امتى؟ ده كده من اكتر من 50 سنه. لما كان عدد سكان الكره الارضيه كلهم لسه 2.5 مليار. فنسبه الوفيات بنسبه 2.5 مليار مش زي 3 مليون او 2.5 او 5 مليون ل 7 مليار و750 مليون دلوقتي. الاوميكرون ده بقى هذا الشبح. بص حضرتك تعالي نتابعه. هو اول ما بدات الحالات في جنوب افريقيا كل التقارير قال لك في امريكا، طبعا ظهر بعد كده في بلجيكا وفي المانيا وفي رجعت نيويورك تايمز قالت انه احنا امريكا هي اللي بدا فيها وانتقل منها بقى للحاله دي راحت بعد كده افريقيا. كل شويه يقولوا حاجه مش دي المشكله، ده شاهد شاهدوا من اهلها هم اللي قالوا. ما هو في ناس بتقول ان هو كورونا اساسا جاي من امريكا مش من الصين، كلها كلها افتراضات يعني. بس الواقع بيقول ايه؟ ان الحالات اللي اصيبت بالاوميكرون كانت اقل حده والاعراض اقل حده ونسبه الشفاء كانت مرتفعه بالنسبه للاصل بتاعه اللي هو كوفيد الاولاني 19. فاذا يعني هو في سبريدنج، يعني في انتشار، ولكنه الحالات اللي طالعه من المستشفيات كلها من الدول اللي في عندها اصابات ما فيش وفيات تقريبا. والاعراض مش كل الاعراض، يعني ما فيهاش مثلا نفقد حاسه الشم والتذوق مش موجود دلوقتي خلاص في اوميكرون.
فهو اقل حده. ده بيقول ايه؟ هو سائل ان شاء الله، بس بيقول ان هو قوته مش زي اللي قبليه، وده ماشي مع كلام حضرتك ان احنا في تحور باستمرار، وهو مش هينتهي على اوميكرون. ده كميه التحورات اللي حصلت في خلال سنه عاليه جدا، يعني هيبقى أليف بعد كده، يعني مش هيبقى شرس زي ما كان. لازم يوما ما هيبقى كده. حاجة بقى الأهم حضرتك، ما إمتى يوما ما؟ هقول يعني إن شاء الله 2022 دي مع بدايتها هنشوف حاجة جديدة. فيها حوالي 3 أدوية هتنزل خلاص الأسواق في العالم. ده دواء مش تطعيم، علاج يعني. طبعا مع وجود دواء علاج ده كمان هيقلل نسب الإصابات والوفيات بشكل كبير جدا. في دواء يعني اتشهر هنا في مصر اللي هو بيعالج الجرب؟ لا دي كانت هل تجارب. ده فعلا كانت بس تجارب يعني، بس في انا قريت حاجات علميه بره مصر كمان، ماده اسمها ايفرماكتين بالظبط. ده بنستخدمه احنا كاطباء امراض جلديه في علاج الجرب والامل وحاجات زي كده. ما اقدرش اقول ان ده علاج كورونا. طب ده بيعمل ايه؟ يعني في بعض الحالات لما خدوا في الاول بالاصابه خدوا الدواء ما حصلتش مضاعفات خطيره او دخول في عينيه مركزه. بس مش كل الحالات، مش كل الحالات، انما اللي بتكلم عليه دي حضرتك دي ادويه علاجيه جديده عاملاها 3 من اكبر شركات الادويه في العالم يعني. فايزر طبعا ومارك ومودرنا وكده، وخلاص هم قدموا للاف دي اي نظام الغذاء والدواء عشان ياخدوا الموافقه، وغالبا الموافقه دي هتبقى خلال الاسبوعين اللي جايين هتصدر. ده معناها في اول يناير هتبدا الشركات تنزل الادويه دي على مستوى العالم. ده دواء للمريض المصاب بكورونا. يعني 2021 مش هتمشي غير ما هتكون بعتلنا اخبار ساره، يعني ندخل 2022 كده واحنا إن شاء الله بنتنفس شويه، يعني هذا الوباء فرحانين شويه في 22. مش هو ابدا وباء ولا 21 ولا 20 ان شاء الله. بيل جيتس لو تفتكر حضرتك قال برضو نفس الكلام ده، قال انه بحلول عام 2022 كورونا يعني هتبقى اخف يعني بكتير، يعني مرض من الامراض اللي بتتعالج وبس. ما فيش بقى الحاله الهلع والخوف ولا انت لما تشوفي على مستوى العالم ومستوى مصر نسبه الوفيات، الكيرف بتاع الوفيات عامل كده على مستوى العالم. طبعا خلي بالك موضوع التطعيم برضو لعب دور كبير، واحنا الحمد لله في مصر هنا يعني وصلنا ارقام كويسه قوي في التطعيم، يعني اكتر داخلين على 50 مليون طب متوفر معظم الانواع وبقى بسهوله اللي عاوز يطعم بيروح، ما بقاش في قوائم الانتظارات، حاطط المترو في الكليه بتاعته موجود والولاد وكله دلوقتي. وانا سعيد كمان انا كطبيب ان انا يعني كل يوم في العياده اروح الطعم يا دكتور، يعني الناس مش يعني بقى تروح الطعم لوحدها بتروح الطعم، فده طبعا بيساعد على انحسار المرض. لسه النهارده كنا بنتكلم عن امريكا وان جو بايدن كان طالع النهارده بيقول لهم يا جماعه روحوا الطعام. الامريكان عندهم نظريه المؤامره او خايفين من التطعيم، وعدد حالات الوفيات هناك بتزيد، وصلت لغايه النهارده من اول الازمه 800,000 حاله، يعني عدد كبير جدا، لان هم بيؤمنوا انه او معظمهم بيؤمنوا انه التطعيمات دي بتعمل مشكله، ان احنا مش عارفين ردود افعال جسمنا بعد كده ايه عن الموضوع ده. ما هو نتيجه في خرافات بتتنشر كتير على السوشيال ميديا في كل حته في العالم، يعني يطلع واحد يقول لك ايه خلي بالك الناس اللي خدت تطعيم هتموت بعد سنتين. طب انت يا باشمهندس يعني عرفت ازاي بعد سنتين؟ طب ليه مش 3؟ اشمعنى سنتين؟ يعني كلام غير علمي. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا في تاريخنا لولا الامصال والطعوم على مدار ال 50 60 سنه اللي فاتت كان زمان عدد سكان الكره الارضيه دلوقتي نص العدد الحالي. التطعيم بتاع السن ده ما تجربش لسه، ده يعني كل التطعيمات دي يعني رخص للاستخدام الطارئ زي ما بيقولوا ايام الجدري. الجدري حضرتك موت حوالي 25 مليون انسان، وده فيروس برضه. دلوقتي الجدري مش موجود ليه؟ لان طلع تطعيم الجدري. لما نزل التطعيم الجدري في الاول برضه طلعت ناس كده لا 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 ده خطر وما دايما، حتى شلل الاطفال اللي احنا شوف الحمد لله دلوقتي، احنا كنا زمان واحنا صغيرين كدكاتره كنا بنقول حاجه شلل الاطفال كتير. دلوقتي فين بسبب تطعيم شلل الاطفال؟ برضه كانت تطلع ناس لغايه قريب على فكره، يعني صح. كنت ساعات اخش على السوشيال ميديا تلاقي جروبات كده تقول لك اوعي تطعمي ابنك الحمله بتاعت وزاره الصحه بتاعت شلل الاطفال، ده هم عايزين يقضوا على الاولاد. ايه يا جماعه التخريف اللي بتقولوه ده؟ يعني في حد في دوله عايزه تقضي على 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 شعبها؟ يعني كلام ما يصحش. لكن في كل حته في العالم تلاقي ناس برضو بتفكر الطريقه دي، ويقول لك بقى الماسونيه العالميه والمؤامره الكونيه. كمؤامره كونيه ايه وبتاع؟ بلاد عايزه تحافظ على شعوبها. يعني الاداره الامريكيه
والبريطانيه والالمانيه والدول دي، كل دول حكومات عايزين يخلصوا شعوبهم، عايزين يخلصوا منهم، والصين عايزه تخلص على المليار و800 مليون بتوعهم. كلام حضرتك يعني احنا سنه 2022 يعني خلاص الدنيا اتغيرت، في تكنولوجي لغايه دلوقتي بنصدق كلام فاضي. طبعا كلام مش مظبوط وبتاع، يعني الامصار طب ما عندنا كام واحد دلوقتي خدوا امصار في مصر؟ حوالي 50 مليون. شفنا بقى الحالات طول النهار يا عيني جارها بلاوي، صداع، حساسيه، ساعات اعراض خفيفه كده لكن بتنتهي. دلوقتي الولاد الاطفال في المدارس بيتطعموا. بالظبط بالظبط، انا حفظت طعمت الحمد لله. فما فيش حاجه الحمد لله. هرجع للسوشيال ميديا وخرافات السوشيال ميديا لانه الموضوع ده مهم، ملف مهم طبعا. عايز افتحه بس قبل ما اقفل ملف كورونا، في واحد في نيوزيلندا لقوا الطعم 10 مرات، ده يعني كان خبر قلته من 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 كام يوم. ده هو عمل راح لوحده كده طعم؟ يعني كل ما يجي لحد تطعيم يروح هو مكانه ويجيب له الشهاده. شوفي اهو ده عكس يعني بصي نظريتين عكس بعض، الناس مش عايزه طعم خالص وده يطعم 10 مرات. ما حصلوش حاجه الراجل الغريب. هيحصل له ايه حاجه؟ هيحصل له ايه؟ بس يعني ما هو ملوش حاجه، هو الراجل ده خوف زياده عن اللزوم برضه. دي حاله نفسيه. لا هو مش خايف، هو بياخد فلوس مكانهم يعني. هو هو عاملها مهنه. هو الراجل لما يجي لحد مثلا جاره عاوز يطعم والمفروض يطعم، فبدل ما جاره يروح لان هو خايف مش عايز، عنده نظريه المؤامره. مش في اي حاجه بتثبت شخصيته؟ ما بيعمل بقى، ما اعرفش بيعمل ايه، بس ده خبر موجود جالنا من نيوزيلندا. دي حاجه بصي دي حاله في العالم كله. يعني لما واحد من 7 مليار و750 مليون كده، دي حاجه شاذه زي اي حد بيعمل اي عمل شاذ في الدنيا غير طبيعي. واحد مش عارف يعمل شعره احمر له ايه، تلاقي راجل مثلا لابس حلقه غريبه يعني كده الطعم 10 مرات. حضرتك عارف احنا بيقول لنا مثلا لازم 21 يوم علشان التطعيم اللي بعده، لما هو يطعم باستمرار باستمرار، طب يعني جسمه ده عادي يعني؟ ده يثبت ان التطعيم ما بيعملش حاجه الحمد لله. ده تجربه علميه برضه يعني لازم تسجل. طب ارجع بقى لملف السوشيال ميديا وخرافات السوشيال ميديا، حضرتك بتتعامل ازاي مع الخزعبلات اللي بتتنشر على السوشيال ميديا، الوصفات الطبيه الغريبه والنصايح الغريبه اللي بنشوفها منتشره على السوشيال ميديا؟ برد على طول، واذا كان في مجال تخصصي كطبيب امراض جلديه بقول بفنط، انما في حاجه ساعات بره تخصصي بسال الاساتذه زملائي في الزراعه في التغذيه في حاجه، الكلام ده يا جماعه ايه؟ اعرف واروح اي الحقيقه. يعني زي ما طلعوا شاعي يقول لك تسخين الطعام في الميكروويف بيعمل سرطان، كلام فاضي. خوفونا من الميكروويف فتره والله. كلام فاضي. العالم كله رحت حضرتك سافر في اي بلد في الدنيا هتلاقي كل البيوت في امريكا في المانيا في فرنسا عندهم الميكروويف، وفي اليابان يعني طب احنا بنستخدم المايكرويف باطمئنان يعني خلاص؟ تسخين الطعام فيه ما فيش. برضه يقول لك مرق الدجاج بتعمل سرطان، جبتوها منين يا باشمهندسين دول؟ يعني جبتوا المعلومه؟ احنا لغايه دلوقتي علميا ما حدش عارف لغايه دلوقتي سبب السرطان، احنا بنرصد التحولات اللي بتحصل في الخلايا تبقى سرطانيه، انما ايه اللي بيخليه يحصل سرطان؟ ما حدش يعرف لغايه الدخان عارفين ان هو سبب كده، لكن سبب علمي اقول ايوه خلي بالكوا شوربه الفراخ هتعمل كده، كلام مش مظبوط. وبرضه العالم كله اي سوبر ماركت في الدنيا هتلاقي موجوده مرقه الدجاج. وامبارح طلعت اشاعه برضه على السوشيال ميديا انه غاز النيتروجين السام موجود في كل جو في مصر. يعني بيجيبوا طب ما مش بيقول لك في مؤامره ماسونيه والكيميتريل وبتاع، كلام يعني ملوش دعوه بالعلم ولا ده، حاجات كتير ده من الحاجات اللطيفه جدا. وتلاقي ناس كاتبين وبيصدقوا الكلام ده، يقول لحضرتك ايه مثلا في البيت في الطبيخ يعني الملوخيه ما تسيبيهاش في الثلاجه يومين لانها ممكن تعمل دود. ايه يا جماعه التخريف ده؟ ليه؟ طب ايه النظريه العلميه؟ ما هو الدود ده عباره عن ايه؟ حشره ليها بيض بتفرز بتطلع يرقات دود. فالحشره هتطلع منين؟ يعني هتيجي منين يعني؟ يعني هتيجي منين؟ كلام. وبعدين انا فضلت ورا الحكايه دي لغايه ما عرفت، قال لك ده الدكتور مصطفى محمود رحمه الله عليه في برنامج العلم والايمان قال كده، فضلت اجيب الحلقات لغايه ما وصلت الحلقه دي. الراجل كان بيقول ايه؟ بيقول انا بنصح دايما الخضار لازم تغسلوه بميه وصابون، الخس الجرجير. ليه؟ لان بيبقى فيه طفيليات وفيه ديدان، حتى الملوخيه يغسلوها. انت عارفه اللي هو بضرارك بس. فقال لك بس شفت بقى هو ما كانش يقصد الكلام ده خالص. فدي برده من الحاجات اللي بتتقال باستمرار. ففي يعني ده مره برده ما دام انت قلت الشائعات دي في مجال الجلد يعني.
قال لك خلي بالك انت حضرتك تستخدمي الجاز الابيض. ايوه شفتها دي. وكان بيتباع شفتها فعلا. ده عشان خاطر الشعر ينعم. طب الجاز ده اسمه ايه؟ والبنزين والسولر محروقات. انا احط حاجه من المحروقات على شعري هيكون نتيجته ان يحصل التهابات في الجلد. الناس استخدمت الحاجات دي حصل لها مشاكل التهابات في الجلد وفي العين. جاز عمل التهابات في العين ويقصف الشعر بيكسر برضو. حاجات بتتنشر وبتتباع. لا وفي قال لك المياه الغازيه اعملها حمام للشعر. ده مثلا. فكلها لا ده كان الالطف بقى. يقول لحضرتك ايه؟ لا انت حشره اللي هو حشره الامل. انت تجيب الامل ونحطه في راسنا بنفسنا. بنفسنا. ليه بقى؟ لانه لما بيقرص كده ده بيمنع بينشط الدوره الدمويه ويتقل الشعر ويمنع الجلطات. تخيلي بقى دي قنبله بيولوجيه. ده سلاح بيولوجي. يعني انا لو عايز ابيد شعب اقول له يعمل كده. طب ايه الخطوره لو حد عمل أمن. صدق المشكله على السوشيال ميديا المكتوبه دي الوصفه الفظيعه المريعه دي وجاب امل وحطه في شعر. يعني بقى انسان مأمل. كده اصبتيه بمرض. هو ليه الامل مشكله؟ لأ طبعا لما تبقى الحشره موجوده في الراس هتلاقي الاطفال بيقعدوا يهرشوا في فروه راسه. اهرش جامد بضوافري هجرح الجلد. اي ميكروبات جره هتخش هيحصل تلوث هيكون صديد تبقى خراريج وبتبقى مشكله خطيره جدا. فانا بعمل كلام فاضي. دي نماذج قليله من كثير ينشر على السوشيال ميديا. ما احنا نجيب جاز نموته بقى. نحط القلب جاز وبعدين نحط الجاز عليه. كده احنا بنموت المريض الشخص نفسه. عايز اقول لك حاجه انت بتتكلمي فيها. من سنه ونص كان في حاله في يعني قريه في الجيزه. راجل كان ابنه وبنته اطفال بيشتكوا من مشكله شؤون الشعر. فراح للعطار عمل له تركيبه قال له دي من الاعشاب واستعملوها. الولد والبنت ماتوا. احنا ما نعرفش التركيبه دي فيها ايه. فواضح ان في حاجه يعني الجلد امتصها اثرت على الدوره الدمويه عملت لهم هبوط. فراحوا الوالدين الوالد والبنت. ناس كتير لازم تكون عارفه المعلومه دي. فكره انه الجلد ده عضو من اعضائنا على فكره. ده بيمتص الحاجه اللي بنحطها عليه. يعني لو حطينا كريم فاسد ولا حطينا اي ماده جايبينها مش عارفين هي ايه بالظبط من عند عطار او مش عارفين ايه هي ايه مش احنا بيمتص الحاجه. بنعالج الامراض الجلديه بكريمات ومراهم بالظبط. طب ازاي؟ ما انا بحط كريم كده جلدي بيمتصه فبيعالج الالتهاب. ايوه الجلد بيمتص طبعا. فانا لما بحط مركبات زي كده الجلد هيمتصها وهتمشي مع الدوره الدمويه ففي خطوره على الانسان من جوه. فاحنا ما نمشيش على اي حاجه كده لا يصفها طبيب. ودايما عشان في وصفات كتير برضو الحقيقه بتنزل على السوشيال ميديا سواء للجلد او للصحه عامه. حاجات غريبه جدا ومصادرها غير معلومه. فانا بقى اطالب الناس اللي بتشوفنا دلوقتي ما استخدمش اي وصفه شعري جلدي عظم اعضاء داخليه عيون اي حاجه لحاجه مجهوله. لازم متاكد ان اللي بيقول الكلام ده طبيب متخصص مش برضو طبيب. يعني انا بتكلم في حاجه جلدي بقى دكتور امراض جلديه. ابقى متاكد لان صحتنا دي امانه في رقبتنا احنا لازم نحافظ عليها. فما ينفعش ان انا استهتر واخد اي حاجه وزي برضو على فكره كويس ان احنا بنتكلم في كل حاجه. يعني انا سعيد جدا بتنبيهات وزاره الصحه وقت الدواء على موضوع مجموعه البرد. مجموعه البرد وحقنه البرد. بقى لي 5 سنين بتكلم في الموضوع ده. مجموعه البرد دي شويه ادويه مع بعض ومنتشر ومصر الوحيده اللي فيها الظاهره دي. دواء مضاد التهاب مسكن مضاد حيوي كورتيزون كلام من ده. هذه المجموعه ممكن تؤدي الى انسان يفقد حياته. يعني ابسط حاجه بتعملها بتعمل طفح جلدي وحساسيه وحاجات زي كده بتاثر على الاعضاء الداخليه. لكن احيانا هذه المجموعه قد تؤدي الاصابه بحاجه اسمها ستيفن جونسون سيندروم. ده اصابه كان الانسان حضرتك جلده كله اتسلخ. ولازم تدخليه عنايه مركزه وهي تلحقيه ما تلحقوش. هذا الدواء فيه سم قاتل لا تاخذ حقنه البرد ولا تأخذ مجموعة البرد. هما حاجتين حقنه خلاص. وفي مجموعه بتبقى كيس في قراص من كل دواء.
ما هي دي اخطر حاجه خدتها زمان زمان بقى خلاص ما بعملش كده تاني. بنحذر الناس من مجموعه البرد وحقنه برد، ده كلام مش مظبوط. طيب بما اننا بنتكلم مع دكتور شهير في الامراض الجلديه، كام سؤال كده في السريع، البهاء هل فعلا ممكن يكون في علاج للبهاء 100%؟ الحمد لله في علاج جديد للبهاء، دي ابحاث انا عملتها الحقيقه وابحاث نشرتها كمان، وده علاج جديد، علاج مناعي. لان مشكله البهاء ايه حضرتك؟ البهاء مرض ناتج عن خلل في الجهاز المناعي، بس مش ضعف في المناعه، هو نشاط زاد في الجهاز المناعي. فالجسم بيحارب بعضه، بيطلع اجسام مضاده، بدل ما تحارب الميكروبات بتروح الخلايا الصبغيه اللي هي بتدينا اللون تكسرها، فتترك مكانها فراغ، هذا الفراغ هو اللون اللي بنشوفه الابيض. فالعلاج ده بيعتمد على ان انا بدي دواء بيصلح نشاط الجهاز المناعي ويخليه يشتغل طبيعي، فيبطل يطلع اجسام مضاده تحارب الخلايا الملونه. ده موجود في السوق خلاص؟ دي ادويه موجوده، هو الدواء موجود من الاول. بس كان بيستخدم في علاج مرض الروماتويد، وده انا اكتشفته ازاي حضرتك؟ الصدفه دي في كل حاجه في العلم يعني. انا كنت في العياده ودخلت عليا سيده عندها بهاء في وشها ومعها طفل، فطبعا ما شفتها هي جايه تكشف. فسلامتك حضرتك البهاء؟ قالت لا انا مش جايه اكشف حضرتك، ده انا جايه اكشف على ابني عنده حساسيه. قلت لها بس انت حضرتك عندك بهاء؟ قالت لي لا، ده انا الحمد لله ربنا اكرمت، انا بخف لوحدي، ده كان وشي كله دلوقتي الحاجات الفاضله دي ودي بتتحسن. طبعا دي حاجه هتلفت نظري. طبعا. قلت لها طب الحمد لله، طب بس ممكن اسالك حضرتك بتاخدي اي ادويه لاي سبب؟ قالت لي انا باخد دواء جديد للروماتويد بقى لي حوالي تقريبا 8 شهور. قلت لها والتحسن ده بقى له قد ايه؟ قالت لي من 6 شهور ابتديت اتحسن. قلت لها طب شكرا. انا خدت الخير. قلت اوكي، والدواء ده موجود من الاول. وبنستخدمه في علاج الصدفيه كمان. اسمه العلمي ايه؟ ماده اسمها الميثوتريكسيت. ده الاسم العلمي. الاسم العلمي. طيب مش هينفع برضو نختم غير سؤال بقى اخير، اي واحده بتتفرج علينا وعايزه تحافظ على نضارتها وبشرتها ومش عايزه تكبر خالص تعمل ايه؟ واحد اشرب ميه كتير. اتنين ما تعرضش للشمس كتير فتره الظهيره بالذات. ثلاثه ابعد عن النكد والهم. ايوه. وقبل ما انام بالليل ما اقراش الاخبار اللي بتبقى موجوده على السوشيال ميديا عشان ما اتنكدش، ده مهم جدا. البعد عن التدخين. الحرص على تناول السلطة الخضراء باستمرار. دي حاجات مهمة جدا. لو عملت الكلام ده يعني طبعا مع ممارسة الرياضة. بس البعد عن النكد ده لو ست متجوزة هتبقى مشكلة. تفتكري؟ هتبقى مشكلة. لما الراجل لا. ربنا يدي جميع الصحة بإذن الله. يا رب. أشكرك يا دكتور هاني بجد، نورتنا ونتمنى يكون لنا لقاءات كتير كده مع حضرتك مثمرة كده وجميلة وبنستفيد من خبرة حضرتك وعلم حضرتك. أتشرف بحضرتك دايما فعلا. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا دكتور هاني الناظر، رغم إن حوارنا النهارده مع عالم وباحث في كلام علمي كتير، لكن لسه العلم ما عندوش تفسير محدد للحالة اللي بتفجر طاقة الحب بين الناس، وهي نفس الحالة اللي بتجمع دكتور هاني الناظر بملايين المصريين اللي مش بس حريصين على متابعة كل نصايحه الطبية، لكنهم كمان بيحسوا قد إيه إنهم قريبين منه جدا، وإنه قريب منهم باحترام وبتقدير ومحبة كبيرة في القلوب. لو حاولنا نلاقي معادلة بقى علمية تبرهن على الكلام ده هتبقى ببساطة: حب الناس يحبوك. أشكركم شكرا جزيلا، بكرة حلقة جديدة من مصر جديدة مع الأستاذ ضياء رشوان. أنا إن شاء الله أكون معاكم يوم الحد الجاي.